طبعا لحضراتكم صباح الهنا والرزق ونصر. لا مفيش نصر النهارده للاسف الشديد، في تعادل كان بالامس في مباراه، البعض قال لك مباراه عاديه جدا، البعض قال لك احنا كده كده لسه متصدرين، البعض الاخر ليه وجهه نظر مختلفه تماما، قال لك الوضع كده مش خير ابدا، الوضع مش مبشر ابدا، يا جماعه لازم يبقى في افاقه وسريعه. صباح الخير على حضراتكم. صباح الخير يا كريم. صباح الفل عليك يا نهاوند، صباح الفل على مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد ان شاء الله يكون يوم سعيد علينا كلنا باذن الرحمن، وحضراتكم بتحضروا بدايه حلقه جديده، حلقه بدايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي. طبعا عندنا كلام كتير هنتكلم مع حضراتكم فيه على مدار حلقتنا النهارده، ولا سيما في الفقره الحواريه الثانيه، ودي اللي هنتكلم فيها باستفاضه عن كل الامور وكل التحفظات وكل الملاحظات اللي عند كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان والمتعلقه بمباراه امبارح. الفقره الحواريه الاولى بالمناسبه هنتكلم فيها عن فنون الالعاب القتاليه والدفاع عن النفس، اما الفقره الثانيه اللي كنت لسه بحكي لكم عنها من شويه هينورنا فيها كابتن احمد سلامه مهاجم منتخب مصر السابق اللي بنسعد دايما بوجوده معانا في 10 الصبح في الاهلي. نخش طيب في التفاصيل شويه. يلا. انت تابعت المباراه في الاول؟ طبعا. بص هقول لك على حاجه، يعني خلينا نبتدي كده بالمباراه. مباراه امبارح يعني تقدر تقول ان يانج افريكانز الماتش زي ما انتهى بواحد واحد، لكن يعني كنا واحنا عارفين ان احنا كنا نستحق الفوز وبسهوله، يعني كنت تستحق الفوز وبسهوله جدا، لكن خلينا نروح للمنافس. المنافس بصراحه قدر ان هو يسجل في الدقيقه 90، بس هدف التعادل اللي هو حققه يعني مستحق، ما اصل ما اقدرش اجي اقول مثلا كان جول مش مستحق، لا هم لعبوا ووصلوا لغايه المرمى بتاعتك وحققوا هدف عادي، حتى لو انت الشوط الاول كنا هنقول مش مسيطرين على المباراه بشكل كبير، لكن الشوط الثاني كنا حاجه ثانيه، جميل جدا، اداء كان مختلف وافضل وسيطره وتفوق بدني على لاعبي يعني يانج افريكانز، بس برضو ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي يا جماعه، احنا مش يعني مش حاجه فاجئتنا، هو ده اللي احنا كنا متوقعينه. روح الاهلي كانت حاضره بقوه في الشوط الثاني، طب بس ليه ما كانتش حاضره في الشوط الاول؟ يعني في اسئله كده يا كريم وانت ماشي وانت بتتابع المباريات المختلفه مؤخرا للنادي الاهلي، بتبقى بتسال نفسك كده، حتى مش بتسال اللي حواليك، روح بيسال نفسه، هو انا ليه مش بسيطر من الدقايق الاولى؟ هو انا ليه لما بلعب منافس بعيد عني جدا في كل الامور فنيا وتاريخ وعدد جوال وعدد بطولات وكل الكلام ده، حتى كالتنافس على المستوى الشخصي انا في حته احسن بكتير. لسه متصدر لكن تعادل هقول ايجابي والاهم، لكن برضو يعني اخدت الاربع نقاط، بس انا برضو يا كريم مش سعيد، يعني مش سعيد بصراحه. على كل حال احنا نقدر نتكلم ان احنا الاداء يكون افضل بكتير في المباريات القادمه، مش هقول بس زي الشوط الثاني، لان احنا محتاجين ده يكون من الدقايق الاولى بصراحه، طالما انت تقدر به السؤال او النقطه، طالما انا اقدر العب بالشكل اللي انا لعبت بيه في الشوط الثاني، طب ايه اللي خلاني ما العبش ده من الشوط الاول؟ ايه اللي عرقل ان انا العب بهذا الاداء الطبيعي للنادي الاهلي من الشوط الاول؟ يعني انا مش عايز اطلع برضه اكون بتكلم بطريقه سلبيه قوي، لكن الواحد بيتكلم من غيرته على الفريق ومن غيرته على التاريخ اللي احنا نتمنى ان هو يكون فيه زياده، مش في توقف او في رجوع. فيعني على كل حال نرجع نقول تاني، احنا كان لينا اكتر من فرصه محققه، ودي اللي بتزعل بقى، لان احنا اتكلمنا ده اعتقد هنقعد نتكلم مش تبقى اخر مره يا جماعه، الفرص اللي بتضيع دي بتضيع ليه؟ ومعلش هنا في نقطة معلش أنت هتتفق معايا ولا لا يا كريم، أنا ما أقدرش أجي ألوم في اللي حصل امبارح فكرة إهدار الفرص ليه أبدا مارسيل كولر، يعني ما أجي أقول هو الفريق بتاعي يا جماعة ليه عنده لسه مشكلة في اللمسات الأخيرة، ما أعتقدش إن المسؤول عنها هنا مارسيل كولر. طب ما مارسيل كولر اتاك الخطة، قال لك تلعب إزاي، حط اللعيبة في المراكز وفي الأماكن بتاعتها، اداك الخطه، درس المنافس، فهو عمل اللي عليه، كون بقى ان انت بتوصل لمرمى المنافس وعلى التسديده اللي هي اللمسه الاخيره دي مش بتاعت بصراحه يعني مدير فني، يعني مش بتاعت مدير فني خالص، دي بتاعتك انت بقى، بتاعتك انت كلاعب، مش بتاعتك انت كلاعب معين، ولو ان انا ممكن اتكلم على لاعب امبارح معين، بس مش بتاعتك انت كمدير فني خالص. فعلى كل حال الحمد لله، قدر الله ما شاء الفعل ان احنا خلصنا المباراه بالتعادل، خدنا النقاط، لسه متصدرين الحمد لله، ولكن اللي جاي مش مطمئن قوي، اللي جاي كده عليه شويه قلق، ده اللي انا بقوله، وده اللي ما كناش يا كريم لو انت فاكر السيناريو الاربع اللي فات قلنا نتمنى ان ده ما يكونش السيناريو، ان احنا متصدرين بس بقلق، انا عايز اكون مرتاح، لان لسه انا كل ما بتعمق اكتر كل ما المنافسات بتبقى اشد بكتير، انت لسه بتلعب مين؟ يعني مع احترامي طبعا الشديد يعني للفرق المختلفه. بصي المشكلة مش في ان يعني ناس كتير بتطرح اسئلة على اداء النادي الاهلي او على فكرة اهدار الفرص المحققة
المشكله ان الاسئله دي متكرره، يعني هي بقالها معانا فتره مش قليله، احنا تقريبا يعني اخر اسبوعين ثلاثه بنتكلم مع حضراتكم دايما عن فكره الفرص المهدره اللي لو اترجمت الى اهداف كان زماننا مخلصين كل الماتشات اللي خضناها طول الفتره اللي فاتت، بالمناسبه محليا وافريقيا بسكور مختلف تماما عن اللي حصل. فساعات يعني الناس بتقف عند النوع ده من الامور وتقول ان هو عدم توفيق، في ناس ثانيه بتقول ان هو عدم تركيز، في كل الاحوال احنا عايزين عدم تكراره اصلا الفتره اللي جايه بغض النظر عن تصنيفه ايه او تقييم الناس ليه ايه. اكيد اكيد تفرق معانا كتير جدا لما يكون عندنا الفينشنج مختلف عما هو عليه، لان لو اختلف فعلا حقيقي الوضع والحال ككل هيختلف وهيبقى اكثر تماشيا واكثر اتساقا مع فكره ان احنا بنتكلم على النادي الاهلي. النادي الاهلي لان برضو في ناس بتقعد تقول انتوا بتقعدوا تتكلموا عن التاريخ، ما احنا مش بنجيب حاجه من عندنا، لما بنتكلم على ثقه للنادي الاهلي مش بنجيب حاجه من عندنا، لما بنتكلم على اي تحفظات تخص اداء النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي او الجهاز الفني في النادي الاهلي احنا برضو مش بنجيب حاجه من عندنا، احنا بنجيب الملاحظات اللي تخلينا نرجع مره ثانيه على التراك من زاويه معينه لرؤيه الامور. احنا لسه على التراك، احنا مش بس على التراك، احنا كمان متصدرين بالفعل المجموعه بتاعتنا، لان الاهلي حاليا معاه 4 نقاط، بالمناسبه ميدياما وشباب بلوزداد متساويين حاليا برصيد 3 نقاط لكل فريق منهم، يانج افريكانز طبعا هو اللي متزيل المجموعه بنقطه واحده فقط لا غير، فاحنا متصدرين وان شاء الله هنتاهل متصدرين، بس اللي جاي بقى عامل ازاي بالمقارنه باللي فات؟ هل اللي جاي هيبقى فيه مساحه لاي تراخي؟ هل هيبقى في اللي جاي مساحه ان احنا نشوف زي اللي حصل امبارح في اخر 3 دقائق من الوقت المحتسب بدل ضايع؟ يعني احنا جبنا الهدف بتاعنا بيرسي تاو في الدقيقه 86 او 87 تقريبا، ما كملناش 3 دقائق وجي فينا جول التعادل، طب جه ليه فينا جول التعادل؟ لان احنا الى حد بعيد حسينا ان الموضوع منتهي وان ال3 دقائق اللي جايين دول تحصيل حاصل، احنا بنلعب فرق افريقيه اسمها كبير اسمها متوسط اسمها صغير، لكن هي فرق افريقيه مشهوره بشويه تفاصيل كده من ضمنها القدره على انهاء اللقاء حتى ولو في اخر دقيقه. الناس دي كانت امبارح عامله جيم قوي جدا علينا، ما كانش حقنا تراخينا التراخي اللي شفناه في اخر 3 دقائق واللي دفعنا ثمنه غالي، كان المفروض نحصد 3 نقاط لكن نتيجه اللي حصل ده احنا اكتفينا بنقطه وحيده. على كل الاحوال المباريات اللي جايه ان شاء الله باذن الرحمن هنتفائل ونقدم المشيئه ونقول ان اللي جاي ده هنحول فيه كل الفرص اللي ضاعت مننا في الشوط الثاني بصفه خاصه في ماتش امبارح وفي المباريات اللي قبلها، لو حولناها يعني الفرص دي لو اتحولت لاهداف هنقدر نحقق الفوز في كل المباريات اللي جايه، وجزء كبير منها هيتحقق بسهوله ان شاء الله ونضمن التاهل كاول مجموعتنا واحنا ماشيين في طريق الحفاظ على لقب افريقيا. كلنا ثقه في لعبتنا وان شاء الله عندهم القدره على ان هم يقدموا الافضل في الفتره اللي جايه باذن الرحمن. وده كان بالمناسبه جزء او جانب من التصريحات اللي ادلى بيها امبارح مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي اللي كان عقب انتهاء المباراه. تعالوا بالمناسبه نشوف مع حضراتكم جزء منه، اتفضل. Ja, ich denke, wir haben grundsätzlich ein gutes Spiel gemacht. Wir haben in der ersten Halbzeit schon 100%ige Torchance vergeben. Ich denke, die zweite Halbzeit die war noch besser. Wir haben gleich nach der Pause eine Möglichkeit. Haben dann, denke ich, auch am Schluss noch nach dem 1-0 Möglichkeit, das zweite Tor zu erzielen. Und dann waren wir am Schluss nicht ganz so oder nicht ganz bis zum ganz am Ende des Spiels den Fokus gehabt oder waren zu offensiv. Aber dann noch das Gegentor bekommen. Aber grundsätzlich war es ein guter Auftritt. Es war für uns natürlich auch schwierig, die Luftfeuchtigkeit ist ganz anders als bei uns. Die Spieler haben alles rausgehauen. اعتقد ان احنا عملنا في المجمل ماتش كويس. الشوط الاولاني كان عندنا فرصه وفرصتين في منتهى الخطوره، اجوان حقيقيه، فرص حقيقيه. الشوط الثاني كنا كمان افضل، سيطرنا على المباراه، اضعنا اهداف كمان اول دقيقه في الشوط الثاني، نزلنا ضيعنا جون، مركزين من اول دقيقه في الشوطين. الشوط الثاني بنضيع، جبنا جون، ضيعنا بعد الجون كمان الاولاني كنا ممكن نجيب 2-0. للاسف لعبنا بشكل في اخر 5 دقائق كنا بنهاجم زياده عن اللزوم وكنا المفروض نقف شويه، فده كلفنا جون، ورغم كده برضو ضيعنا بعدها جون كان ممكن نتقدم بيه، لكن في المجمل نتيجه 1-1 قد تكون مرضيه في العام لها بره ارضنا مع اعتبار الجو، رطوبه عاليه هنا جدا، درجه الحراره برضو مش زي عندنا في بلادنا، لكن
كل ده بنحطه في الاعتبار نقول ان النتيجه ممكن نقبلها، لكن طبعا بالنسبه للفرص اللي اتاحت لنا النهارده كان المفروض نكسب. يعني und sehr, sehr wichtige Spiele für uns mit seiner Erfahrung. Wir sind froh, dass er damit dabei ist. Karim hat auch eine riesen Torschance, hat gute Bewegung gemacht in die Tiefe und ja, hätte Tor schießen können und سعداء جدا بعودة كابتن عمرو السولية لينا. كابتن عمرو خبرة كبيرة جدا، نزوله عمل هدوء في نص الملعب، قدرنا نسيطر أكتر، عمل أداء هايل من ساعة ما نزل، وإحنا سعداء جدا بخبرته بأدائه النهاردة. كريم كمان النهاردة عمل ماتش كويس، تحرك كويس جدا في الكرة، ضاع فرصة 100% محققة بتحركه الرائع في العمق، لكن برضو إحنا سعداء بعودة كريم التدريجية للمباريات كجناح مهم جدا للنادي الأهلي. طيب دي كانت التصريحات الخاصة بالجانب الأهلاوي. اللي لفت نظري بقى الجانب الآخر، يانج أفريكانز، لما المدير التنفيذي لنادي يانج أفريكانز يطلع بعد المباراة ويتكلم يا كريم إن هو غير سعيد بالفوز، وإن هو كان مفروض إن هم يحققوا الفوز لأن هو كان مستحق ليهم. ده كان التصريح من الرئيس التنفيذي ليانج أفريكانز. طبعا تصريح زي ده احنا اتكلمنا في التصريحات المختلفة، قلنا برضو التصريحات مش مبسوط بالتعادل وميدياما طبعا، وقلنا التصريحات المختلفة اللي بقت مؤخرا فيها لهجة كده بصيغة تحدي للنادي الأهلي، وفكرة ان انت حتى لو كنت متصدر المجموعة وحتى لو كنت انت في رانكينج تاني خالص، بس على فكرة انا ممكن جدا ان انا ابقى نازل وبنفسك وممكن افوز عليك. ففكرة ان هو بعد المباراة كمان، يعني ممكن التصريح ده كريم يتقال قبل المباراة وبعد المباراة يبقى فيه لهجة تانية لما على الارض النادي الأهلي يوديك في سكة انت ما ينفعش اصلا تصرح بحاجة زي كده. بس اللي حصل حتى وان احنا تعادلنا، وحتى ان كل الكلام اللي مارسيل كولر قاله وحتى كل المحللين الرياضيين المختلفين وزملائنا في الاعلام قال لك فعلا في ظروف مختلفه والتعادل ما يعتبرش خساره وانت كده كده برضو متصدر المجموعه، الكلام ده كله حلو، في ظروف وزي ما اتكلم هنا الجو والكلام ده كله، ده شق. والشق الثاني ان انا بعد المباراه كمان المنافس بتاعي يتحدث بهذه اللهجه اللي هو لا انا مش سعيد بالتعادل. هو من امتى كان في فرق افريقيه يا كريم بجد والله بتبقى مش سعيده بالتعادل مع النادي الاهلي؟ انا عن نفسي ما كنتش بسمعها خالص. ففي لهجه مختلفه. على فكره التنافس حلو، حلو ان انت حتى لو رقم واحد ان يبقى بتشوف اللي حواليك بيحاولوا ينافسوك، دي حلوه لان الواحد اللي بيفوز دايما من غير لما يبقى فيه كومبيتيشن، من غير ما يبقى فيه منافسه، مش حتى لو وصلت للفوز ما لهاش طعم. الواحد لما بيوصل لحاجه هو عايزها بس بعد تعب بيبقى ليها طعم تاني خالص. دي وجهه نظري. فقصه ان النادي الاهلي هو بيتصدر او هو بيفوز او في فرق ما ينفعش اصلا تقارن نفسها بيك، دي حاجه على فكره ممله. حلو ان يبقى في دلوقتي تنافس، بس التصريحات بقت فيها نوع من الجراه. لو انت متفق معايا، يعني مش عارفه انت بتشوفها ازاي، بس انا شايفاها كده. انا بصي، انا للامانه يعني هجاوبك بقى بمنتهى الموضوعيه على سؤالك ده، انا بشوفها مش فارقه كتير، وهنعتبرها حق مشروع عند اي مدير فني في الدنيا ان هو يحمس لعيبته، يحاول يدخل او يدخل المنافس بتاعه في حرب نفسيه. ماشي، كل ده ماشي، بس ما كانتش دي اللهجه برضه. بغض النظر، عارفه بقى يبقى الرد ايه؟ الرد على الارض زي ما بيقول. دايما الرد على الارض اكيد، بس هو الرد لحد دلوقتي لسه ما وصلش على الارض في الطريق، هنعتبره جاي يعني في الطريق. انا معاك الرد دايما، انا بحب ارد على الارض عامه في حياتي، بس الاهلي وبرضه يرد على الارض، بس احنا لسه ما ردناش بصراحه. يعني نتمنى الفتره اللي جايه نرد، لان احنا الحمد لله هنقول تاني مجمل المكاسب امبارح اللي احنا قدمناها. الشوط يعني التاني كان رائع جدا، الناس كانت مبسوطه، كان في تعويض للي حصل في الشوط الاول. وبرضه هرجع تاني للي قاله كولر، يعني عودة طبعا السولية مكسب كبير جدا، طمن الجماهير، خبرة كبيرة طبعا. الناس بتبقى عايزة ان هو يبقى متواجد، وجوده بيفرق بشكل كبير. كل ده حلو، متصدر المجموعة بتاعك حلو، عندك ماتش طبعا قوي تاني يوم الجمعة، ونتمنى يكون في أداء وتركيز أفضل ونتيجة طبعا أفضل من كده مع شباب لوزداد. شباب لوزداد لا معلش بقى، يعني الفوز بإذن الله إذا كان يعني تاني بيرجعنا للصدارة عن باقي المنافسين، لكن التعادل ممكن برضو ان هو يحافظ على الصداره. الخساره غير مقبوله تماما، مش اوبشن زي ما بتقال كده، ما عندناش رفاهيه اصلا انك تخسر ابدا. فخلينا نقفل اوكي الصفحه، لكن صفحه مختلفه هتتفتح ان شاء الله يوم الجمعه. وشباب لوزداد فرقه تقيله جدا، واللي خسر طبعا قدامها ميدياما، وكان ده برضو مش متوقع شويه، 2-1 كان اول امبارح لو انا مش متلخبطه، وكانت برضو هرجع اقول مفاجاه، وده هيخلي الفريق يقابل النادي الاهلي طبعا
قوة تانية، تنافس تاني خالص عشان يقدر يحصد الثلاث نقاط بتوعه. ولكن برضو هنا هنرجع نقول كولر أعتقد أنه هو لازم يركز جدا على نقاط ضعف شباب بلوزداد، لأن هم فرقة تانية تقيلة جدا وظهرت بقوة شديدة جدا أمام ميدياما. ولو أن يعني برضو ميدياما أنا شايف أنه هو حتى وإن كان فريق مش معروف قوي، ملوش تاريخ كبير قوي من البطولات وغيره، بس هو تحس البطولة دي نازل مستقتل أو نازل بيقدم أفضل مشي. عارف أنت مثلا ممكن يكون لان هو عارف ان هو بعيد عن الفرقه اللي بينافسها، فهو مش عايز حد يستقل بيه، عايز اللي هو يبقى على نفس شويه المستوى في التنافس. وده شيء على فكره انا بحترمه بشكل كبير، لكن يعني برضو لا يصح الا صحيح. نتمنى يكون الكلمه الاولى والاخيره والرد فعلا يكون على الملعب للنادي الاهلي، ده المهم جدا. في الفتره الاخيره كده كده انا شايف ان تقريبا كل الفرق الافريقيه بقت قويه، يعني صحيح. مفيش حد فضل على حاله، وبقى عندهم لعيبه يعني. وانا هنا مش بتكلم على ميدياما او غير ميدياما، بتكلم عموما الفرق الافريقيه في كتير جدا من لاعبتها محترفين في الدوريات الاوروبيه المختلفه، ده كمان ادى ثقل كبير لكل الفرق. فاحنا بنتكلم على منافسين اقوياء بغض النظر بقى عن اي تفاصيل ممكن تحصل في النص. يعني بمناسبه الكلام عن شباب بلوزداد، مش عايزين نتغر، احنا بنتكلم على فريق مش سهل اطلاقا. مش هنتغر بايه؟ مش هنتغر ان هو اتهزم يعني في مفاجاه كانت يعني مدويه الى حد كبير من ميدياما الغاني، الا انه يظل ند قوي جدا. يعني فاز اول مباراه في دور المجموعات على يانج افريكانز بثلاثيه، وعلى المستوى المحلي تعالوا برضو نعرفكم وضعه ايه محليا. على مستوى الدوري الجزائري هو لعب 6 مباريات لغايه دلوقتي، فاز في 4 ماتشات وخسر في ماتشين، بيمتلك 12 نقطه، فارق عن وصيف الجدول الحالي بنقطتين فقط لا غير، لسه عنده كمان ماتشات مؤجله. يعني في المجمل هنقابل فريق قوي عنده سلبيات لازم نلعب عليها زي ما هواند كانت بتقول لحضراتكم من شويه، وفي نفس الوقت عنده ايجابيات لازم نخلي بالنا منها كويس جدا جدا جدا. اكيد طبعا هيكون في محاضرات فنيه ومحاضرات بالفيديو لكل اللعيبه لدراسه المنافس دراسه مظبوطه جدا، عشان ان شاء الله لما نتابع الماتش اللي جاي يوم الجمعه نجد ما يسرنا كمشجعين للنادي الاهلي باذن الله. نامل اكيد ذلك. خلينا ننتقل بقى شويه بره كره القدم والنادي الاهلي، نعود مره ثانيه اللي في الفقره الحواريه، بس عايز اتكلم عن التصفيات هنا النهائيه المؤهله لبطوله افريقيا اللي اختتمت بالامس. دي هنا بنتكلم عن الرياضات الذهنيه، في ناس كتير مش عارفه ان في حاجه اسمها اصلا رياضات ذهنيه وايه هي الرياضات الذهنيه في العموم. المفروض البطوله دي هتكون في القاهره في اغسطس 2024، تصفيات شارك فيها 150 لاعب واجتازوا المرحله المفروض يعني السابقه او اللي هي بتبقى سابقه للتصفيات، اللي شارك فيها برده تقريبا اكتر من 1250 لاعب ولاعيبه لو انا مش غلطانه، فعدد كبير جدا من دول مختلفه. طيب من مصر عندك كام واحد؟ عندك 50 لاعب شارك، فاعتقد ده برده رقم رائع جدا، بالتوفيق ليهم. واعتقد هتكون بطوله ممتعه لان الرياضات الذهنيه مش ناس كتير هرجع اقول على درايه بيها، فنوع مختلف اعتقد هيبقى ليها برده تسليط ضوء مختلف من الصحافه والاعلام، اكيد هنركز عليها بشكل كبير، فبالتوفيق باذن الله لمصر فيها. طيب مصر لسه يعني بتبدع الحقيقه في استقبال وفي تنظيم فعاليات كبريات البطولات الرياضيه المختلفه. عندنا بطوله مهمه جدا بتقام في الغردقه وهي البطوله الافريقيه للشراع، دي من ضمن البطولات المؤهله لاولمبياد باريس 2024. المنافسات في هذه البطوله مستمره لغايه يوم 8 ديسمبر الجاري، بيشارك 45 لاعب ولاعبه من 9 دول، مصر، الجزائر، انغولا، ليبيا، موريشيوس، المغرب، موزمبيق، وسيشل وتونس. بتقام بطوله افريقيا تحت اشراف الاتحاد الدولي للشراع، وده اول تنظيم للبطوله على ارض مصر وتحت رعايه طبعا السيد وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي. طبعا عين الاتحاد الدولي للشراع 3 حكام في لجنه المسابقات الرئيسيه لهذه البطوله، وبيعاونهم 8 حكام مصريين في اداره المسابقات المختلفه، بجانب لجنه الحكام الرئيسيه اللي تم تعيينها من الاتحاد الدولي للشراع واللي بتضم 9 حكام من بينهم 7 حكام دوليين و2 من الحكام المحليين من قارة افريقيا. نقدر نقول على هذه البطولة وتنظيم مصر لهذه البطولة انه ان شاء الله احنا كده بصدد نقلة في رياضة الشراع، استضافة بطولة بهذا الحجم وبهذه الأهمية ومشاركة هذا الكم الكبير من حكامنا حاجة محترمة جدا، وبإذن الله يعني تكتمل الفرحة بقى بتأهل منتخبنا للأولمبياد بإذن الله الفترة اللي جاية. على فكرة الرياضة دي تحديدا رياضة الشراع في مصر قديمة جدا، يعني قديمة جدا، بس يمكن ما بنسمعش عنها
كتير. صحيح. فعلا في رياضات انا ما بحبش كلمه رياضه شهيده لان اللفظ انا مش عارفه مين اخترعه بصراحه، بس يعني مش حلو يعني. الف رحمه. غريب الف رحمة. ايه اللي شهيده يعني مش فاهمه ايه العلاقه. بس جيتي الحق بالمقرب الكوره اغلب الرياضات بتتقال عليها كده. شهيده يعني مش هي نصيب الاسد في الاهتمام والدعايه والرعايه وكل اللي مالك. دي حقيقه على فكره، دي حقيقه. ورغم ان انت من الدول اللي كره القدم مش هي تماما الرياضه اللي بتحقق لك اي يعني مكاسب حقيقيه على الارض، بس على كل حال نرجع تاني. الشراع لا رياضه قديمه جدا، مصر متفوقه فيها، انديه كتيره جدا عندنا خاصه في اسكندريه على فكره يعني متالقين في هذه الرياضه. وانا صغيره كنت بروح نادي اليخت وانا عارفه كنت اعرف ابطال فيها من وانا صغير بتابع يعني. يعني صدفت ان انا كنت بتابع الرياضه دي طبعا، بس هي ما كانتش معروفه. بس لا احنا في مصر كويسين جدا فيها، لكن ما كانش في تسليط من الاعلام طبعا والصحافه وغيره. لكن مؤخرا الحلو ان انت بقى عندك دلوقتي درايه بكل الرياضات اللي مصر بتشارك فيها، فدي ثقافه ما كانتش يعني خلينا نقول موجوده خالص تماما عندنا. دلوقتي ناس كتيره بقت تسمع وتشوف وتتابع كمان رياضات ما تعرفش اصلا ان مصر بتنافس فيها. يعني احنا نفسنا خلينا نبقى صراحه في بعض الرياضات والضيوف اللي بييجوا هنا معانا بنقول لهم هي مصر اصلا دوليا بتشارك في الرياضه دي تحديدا. فيعني دي بتبقى فعلا مفاجاه لان ما فيش اي اهتمام كان في السنوات الماضيه الا على رياضات محدده. اللي عايزين نتكلم فيه كمان والملفت للنظر ان انطلقت منافسات هنا بطوله الجمهوريه المفتوحه للجودو. اتكلمنا عن البطوله دي قبل كده، هتقام بصاله اتحاد الشرطه الرياضي، هيشارك فيها عدد كبير جدا من اللاعبين، نتكلم من مختلف الانديه والهيئات الرياضيه. وكان بيستعد منتخب هنا الجودو للمشاركه في بطوله الجائزه الكبرى اللي هتكون يناير القادم في البرتغال، ده ضمن طبعا سلسله البطولات المؤهله لاولمبياد باريس 2024. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع نكمل. النهارده احنا موجودين في بطوله الجمهوريه المفتوحه للبراعم اللي هم 10 سنين و11 سنه. طبعا انت حضرتك شايفه الاعداد لم تسبق في تاريخ الجودو ان يشارك في بطوله واحده كم الاعداد دي. احنا بقالنا ده ثالث يوم بنلعب فيه حوالي 3000 لاعب ولاعبه، بنلعب على 8 ابسطه، ودي اول مره تحصل في تاريخ الجودو ان احنا بنلعب على عدد 8 ابسطه. انت حضرتك شايفه حجم المشاركين قد ايه، ده بيدل على حجم الانتشار اللي بقى موجود للعبه الجودو في مصر. المرحله العمريه دي الاتحاد الدولي اصلا بيخلي ابطال العالم هم المدربين في العالم، هم المرحله دي مش اي لان اصلا مراحل تدريب البطوله مراحل بجانب تربويه، بناء اساس للاعب، بناء اساس. اللعيب الكبير بيروح جاهز للفريق الكبير او بيروح جاهز، لكن هنا ازاي بتصنع لاعب وتصنع بطل؟ فلازم يكون مدربه من ضمن المدربين اللي مثلت مصر، من ضمن المدربين اللي طلعت بطولات عالم، بطولات افريقيا، وده اللي بيعمله باشمهندس مرزوق، بيطبق ده تعليمات الاتحاد الدولي، ان انت لازم اللعيب يتاسس صح مع مدرب يكون خاض تجربه رفع علم بلده ورفع علم اسم مصر، طبعا عشان يطلع بطل اولمبي بطل عالمي يكون قدام لمصر ان شاء الله. ما شاء الله النهارده احنا العدد ده كله خلانا ان احنا البطوله على عدد 8 ابسطه، ويمكن دي اول مره في مصر انا بشوفها بطولات العالم بره والبطولات الدوليه، انما النهارده بصراحه اول بطوله بالتنظيم ده وبالنظام ده 8 ابسطه. طبعا احنا اللجنه الرئاسيه للحكام النهارده احنا يعني عندنا مجموعه من الحكام ان شاء الله المتميزين يعني، فقدرنا ان احنا النهارده جايين بعدد حوالي 50 حكم لان طبعا 8 ابسطه وكده. اللي كان النهارده بجد الحاجه الجميله اللي هو الحماس اللي موجود، والنهارده اولياء الامور ما شاء الله يعني في متابعتهم للاولاد والكلام ده والحماس ما بين المرات وبعضها والتنافس، لا جو جميل جدا يعني نجح فعلا المنظومه اللي عملها اتحاد الجودو. الجودو المصري دلوقتي زي ما حضرتك عارفه بقى في حته ثانيه خالص، احنا الحمد لله متفردين افريقيا سواء شباب او ناشئين او كبار، وقدرنا نوصل لميداليه عالميه كمان لبطل من ابطالنا. فالنتيجه دلوقتي ان الجودو لازم كله يتطور من تحت لفوق، فبدانا نعمل قاعده جديده. دي كانت فكره باشمهندس مرزوق ان احنا نبدا بقاعده جديده تبدا من تحت خالص، نعمل اجيال جديده تقدر تكمل المسيره. النهارده بطل العالم ولد صغير مواليد 2003، بطل افريقيا مواليد 2004 عمر الرملي، فالموضوع الحمد لله ماشي بتسلسل مظبوط، وصلاح الراجل موفق لنا كل حاجه عشان نقدر نشتغل يعني. طبعا عندنا البطولات الدوليه، عندنا بدانا البطوله العربيه كانت في العالمين على ارض مصريه واخذناها الحمد لله وباكتساح، وبعدين رحنا البطوله الافريقيه للشباب والناشئين في مدغشقر واخدنا البطوله شباب وناشئين، ولعبنا بعد كده بطوله الكبار في المغرب واخدنا بطوله الكبار، وفي بطوله العالم للشباب كان عندنا الميداليه البرونزيه بطوله العالم اللاعب يوسف سامي، وعندنا في بطوله الناشئين اللاعب ياسين صبرا حصل على المركز السابع في بطوله العالم. فيعني احنا يعني عندنا ناس مبشره في جودو مصر ان شاء الله. طبعا مشروع البطل بيبدا من السن ده، وبيبدا من حتى من اصغر من السن ده، وتاسيسه كله والمرحله دي هي اللي بيكون عليها
البرفورمنس بتاعه وادائه في البطولة لو يوصل للمنتخبات القوميه والحاجات دي كلها. احنا منتخباته القوميه بيجي لنا ناس التاسيس هو بيبقى اصعب حاجه. انت لو جالك ولد متاسس وجالك واحد معدى من مراحل العمريه مظبوطه وتاسيس مظبوط من ساعتها بيسهل عليك انت كمنتخب مصر وكلجنه فنيه وكجهاز فني الاحتكاكات والحاجات الدوليه بعد كده. بالنسبه للبطوله دي طبعا لو احنا بصينا حضرتك هتقدري تفهمي سياسه الاتحاد من غير ما نقدر نتكلم. شوف المرحله السنيه، شوف اعداد المشاركين في البطوله، احنا عندنا 3000 لاعب ولاعيبه مشاركين في البطوله دي، ودي يمكن من يعني المرات اللي طلعت دلوقتي بعد تخطيط كبير قوي ان نوصل لهذا العدد من المشاركين. كل ده بيغذي ايه؟ كل ده بيغذي فرقه قوميه، وده الغرض من خطه النشاط الاتحاد المصري للجودو دلوقتي، ان احنا نغذي فرقه قوميه من اول الشباب الصغيرين لغايه الناشئين لغايه الرجال. وطبعا زي حضرتك شايف مشاركه في اعداد كمان موجود هنا للمدربين والحكام في البطوله دي. فاحنا مش بنعلى بمستوى اللاعب بس، ولكن بنعلى بمستوى اللاعب والحكم والمدرب، وده اصدق حاجه على الكلام دون النتائج اللي احنا حققناها في البطولات السابقه. دكتوره منار صباح الفل على حضرتك. صباح الفل على حضرتك استاذ كريم واستاذ نهاوند وكل الساده المشاهدين، اهلا بك. اهلا بحضرتك. طيب احنا يعني اكيد لامسين كلنا ان النهارده الاجواء تكاد تكون نموذجيه، فهل هيبقى الوضع على ما هو عليه الايام اللي جايه ولا في اختلافات متوقعه؟ بالفعل يمكن الاختلافات مش هتكون يعني بشكل كبير، لان احنا بنشهد استقرار في الاحوال الجويه في معظم محافظات الجمهوريه. يمكن اليوم وغدا درجات الحراره اعلى من المعدل الطبيعي مثل هذا الوقت من العام بحوالي درجه لدرجتين، لان متوقع عظمى على القاهره الكبرى تكون 25 درجه مئويه، غدا هتكون 26 درجه مئويه، فدرجات الحراره اعلى من المعدل الطبيعي خاصه كمان في فتره الظهيره، واحنا متعرضين لاشعه الشمس هنحس معاها بالاجواء المائله للحراره، لكن خارج يعني اشعه الشمس لو احنا تحت الظل هنحس بالاجواء اللطيفه تماما في معظم محافظات شمال البلاد. المناطق الجنوبيه يمكن كمان درجات حرارتها اعلى، بتبقى اجواءها حاره فتره النهار وتحديدا في فتره الظهيره. فترات الليل مع غياب اشعه الشمس طبعا بيكون في انخفاض في قيم درجات الحراره، الانخفاض ده ملحوظ اكثر في ساعات الليل المتاخر اللي هي فترات الفجر وفتره الصباح الباكر، الاوقات دي اللي بنسجل فيها درجه الحراره الصغرى اللي بتوصل ل 15 و16 درجه مئويه على القاهره الكبرى. المدن الجديده، الاماكن المفتوحه، الاماكن اللي لها ظهيب صحراوي بشكل كبير بتحس بقيم درجات حراره اقل كمان من ال 15 درجه مئويه، محافظات الصعيد بتوصل الصغرى فتره الليل ل 10 و11 درجه مئويه، فبالتالي اجواء فتره الليل هتظل اجواء من مائله لبروده الى بارده في معظم محافظات الجمهوريه، اللي هناكد عليه الشبوره المائيه لان كثافتها بدات تزيد بشكل كبير في بعض المحافظات. الشبوره المائيه هي الظاهره الجويه المؤثره على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه فتره الصباح الباكر، واللي بتكون كثيفه قد تصل احيانا لحد الضباب خاصه في محافظات يمكن النهارده كانت مدن القناه محافظات شمال الصعيد، غدا متوقع استمرارها ايضا قد تصل لحد الضباب، يعني انخفاض في الرؤيه الافقيه على طرق فتره الصباح الباكر، وبتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس. يعني احنا تقريبا مع الساعه 7 8 صباحا تدريجيا الشبوره المائيه بتبدا تختفي، تبدا الرؤيه الافقيه على الطريق تتحسن. بالنسبه لفرص سقوط الامطار اليوم وغدا هتنحصر فقط في جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر يعني عند حلايب وشلاتين، وهتكون امطار خفيفه مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه. مع يوم الثلاثاء اللي جاي هياثر علينا منخفض جوي في طبقات الجو العليا، فدرجات الحراره تبدا تعود للمعدلات، يمكن كمان مع نهايه الاسبوع تكون اقل من المعدلات، يعني احنا بنتكلم في قيم درجات حراره 23 و22 درجه مئويه عظمى على القاهره الكبرى، انخفاض فتره النهار وفتره الليل، وفرص امطار على المناطق الساحليه ده هيكون مع يوم الثلاثاء ان شاء الله لحد نهايه الاسبوع، لكن هي ايضا امطار خفيفه مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه. بصفه عامه الاحوال الجويه على مدار هذا الاسبوع رغم وجود فرص الامطار لكن هي مستقره بشكل كبير، التحذير بس هيكون من الشبوره المائيه فتره الصباح الباكر، لازم تكون القياده بتتم على اغلب الطرق، نشغل كشافات الشبوره الموجوده في السيارات، نتبع كافه تعليمات المرور، بالاضافه كمان لازم ناخد بالنا من نوعيه الملابس بشكل كبير، لو احنا بنخرج فتره الصباح الباكر او بنرجع من اشغالنا فترات الليل المتاخر لازم نصطحب معانا جاكيت تجنبا طبعا لنزلات البرد وفرق درجات الحراره بين النهار والليل. طيب استاذه منار اسمحي طبعا صباح الخير على حضرتك في البدايه، يعني خلينا نقول ان الاسبوع ده بيشهد استقرار اكتر من الاسبوع الماضي
اللي احنا كنا فيه، ده رقم واحد صح كده؟ بالفعل، يمكن احنا الاسبوع الماضي كان بدايته تقلبات جويه نشاط صحيح يحمل سر المرا والعتيبه وامطار وانخفاض وارتفاع في الحراره. الاسبوع ده بشكل عام مستقر بالشكل الكبير، ممكن بس بدايه الاسبوع اللي هي فيها ارتفاعات طفيفه مع منتصف الاسبوع هيكون في انخفاضات، يعني التقلبات الجويه ارتفاع وانخفاض في قيم درجات الحراره والشبوره، لان الامطار مش هتكون مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه باذن الله. تمام، يعني احنا بنتكلم حتى وان كان في انخفاض في درجات الحراره لكن لسه مش هنشهد الاجواء الشتويه اللي هي من امطار وغيره، ده لسه احنا عشان في فصل الخريف لسه ما بداش فصل الشتاء، فده مستبعد الى حد بعيد او لحد كبير. يعني على مدار هذا الاسبوع الاجواء الشتويه مش هنشوفها بشكل كبير غير في انخفاض قيم درجات الحراره، لكن الخرائط الجويه يمكن بتشير لحد دلوقتي ان هيبقى في حاله من حالات عدم الاستقرار مع بدايه الاسبوع اللي جاي، لكن ايضا فصل الشتاء لم يبدا، بعد فصل الشتاء ان شاء الله هيبدا 21 ديسمبر، تقريبا احنا لسه قدامنا حوالي 20 او 19 يوم على بدايه بالظبط على بدايه فصل الشتاء، الفتره دي بتبقى فيها تقلبات، يعني فصل الخريف ما بين ارتفاع وانخفاض في الحراره، بعض الايام بيبقى فيها امطار، بعض الايام بيبقى فيها استقرار، الى ان نبدا فصل الشتاء نبدا بقى تدريجيا نحس بالانخفاضات الملحوظه في قيم درجات الحراره. رائع جدا، بس انا كنت بتاكد من حضرتك لان في ناس كتيره بتبقى مقلقه شويه الوضع هيكون في حاجه مفاجاه ولا لا في الجو ده، دايما السؤال حتى او خلينا نقول تحديدا من الامهات اللي عندهم اطفال وغيره. اشكرك جدا انا وكريم على هذه المداخله، شكرا ليكي استاذه منار غانم. لغايه دلوقتي المفاجاه الوحيده لبكره درجه الحراره 26. والله انا اقول لك على حاجه، يعني خلاص طب هنعمل ايه، هنصيف لنا كمان اسبوعين صعب جدا وبعد كده يعني ندخل في الاجواء الشتويه. وعايزه اقول لك برده امبارح السبت امبارح الصبح كان الجو حر جدا، يعني اول امبارح مثلا الجمعه كان الجو كويس، فطبعا الجو اللي انت منتظراه شكله كده مش هيجي قبل نهايه الشهر. والله ممكن يجي على اخر شهر واحد بقى، يعني انا مش احنا عمرنا كنا شهر 12 بنلبس تي شيرتس مثلا، امبارح الجو حر كلنا كنا لابسين سيف، احنا في شهر 9 واحنا اطفال ايام المدارس كنا بنلبس جيليهات وبروفرات وحاجات بالظبط. انا فاكره طبعا تغير المناخ ده حقيقه ما فيهاش اي مساحه للتشكيك فيها الحقيقه، وبقينا بنشهد اخر كام سنه كمان شويه ظواهر ربنا يبعدها عننا، ده في دول على فكره يعني تبصم لك بقى بالعشره على فكره تغير المناخ صحيح. من فيضانات و لا وشفنا في يوروب وشفنا تحديدا في باريس وغيره وفرنسا، يعني شفنا الاجواء ازاي كانت موجوده برضو في فصل الصيف اللي فات، يعني لما كنا بنتكلم عن ازمه التكييفات وان هم في اوروبا ما عندهمش اصلا تكييفات كثقافه لان عمرهم ما بيوصلوا درجه الحراره انك بتبقى محتاج اصلا حاجه زي كده، فكل شيء متوقع الفتره الجايه فيما يختص يعني بالطقس. خلينا نطلع فاصل ونرجع اكيد اخبارنا ما خلصتش، خليكم معانا. مرحبا بحضراتكم انا وكريم مره تانية، ونتابع دلوقتي اخبار النادي الاهلي زي ما احنا متعودين. معانا سالا حامد موجوده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالا بونجور، طبعا صباح الهنا عليكي وسامعينك، وعايزين نعرف منك طبعا كمان الاجواء داخل حاليا الفرع بالجزيره، وقولي لنا لو في اي معلومات طبعا عندك خاصه بالفرق المختلفه، اتفضلي. صباح الخير يا نهاوند، طبعا بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده طبعا من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلت يا نهاوند حلقه متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نقول لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. ويمكن طبعا خليني قبل ما اتكلم يعني عن يعني كل الاخبار المتعلقه بجميع فرق الرياضيه داخل النادي الاهلي، خليني طبعا اقول لك يا نهاوند اقول لك يا كريم الاجواء هنا داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، يمكن طبعا يعني خليني اقول لكم الاجواء يعني هاديه الى حد ما، في تواجد يعني عدد بسيط من اعضاء النادي الاهلي وخاصه كبار السن متواجدين هنا داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، طبعا يعني بيكونوا متواجدين، بعض بيحب يكون متواجد عشان يستمتع طبعا بالاجواء في الفتره الصباحيه، والبعض الاخر بيكون متواجد طبعا يعني عشان مثلا اللي حابب يمارس الرياضه سواء طبعا بالجري او المشي في ملعب مختار التتش او طبعا في صالات الجيم، ففي يعني عدد بسيط من اعضاء النادي الاهلي داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، ويمكن طبعا مع اقتراب الوقت بيزداد اعداد اعضاء النادي الاهلي سواء كبار السن او طبعا الاطفال والعائلات اللي طبعا بيكون عندهم تمارين من بعد طبعا موعد المدارس والجامعات داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. ده طبعا بالنسبه للاجواء داخل مقر النادي. خليني اروح لاخبار جميع الفرق الرياضيه وابتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره القدم طبعا تحت قياده مستر مارسيل كولر. يمكن طبعا بعد مباراه يونج افريكانز يمكن الفريق وبعثه الفريق بالكامل يا نهاوند وكريم وصلوا النهارده الساعه 4 الفجر لمطار القاهره الدولي، ويقرر مستر مارسيل كولر يعني ان الفريق يريح النهارده راحه سلبيه من التدريبات النهارده، وبكره ان شاء الله هيرجعوا للتدريبات الجماعيه الساعه 5 على ملعب مختار التتش استعدادا ان شاء الله للمباراه القادمه واللي هتكون امام فريق شباب بلوزداد واللي هتقام يوم الجمعه ان شاء الله في القاهره، ودي هتكون الجوله الثالثه من ضمن منافسات بطوله دوري ابطال افريقيا. ده بالنسبه لي
فريق كرة القدم. خليني بقى انتقل واروح لجميع الالعاب الاخرى وفريق كره السله طبعا تحت قياده مستر جاستي بوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي. طبعا فريق النادي الاهلي كان عنده مباراه مع سكر اوس في صاله انا وانتهت بفوز النادي الاهلي بفارق يعني كبير. يمكن طبعا النتيجه كانت 110-40 لصالح النادي الاهلي. ودلوقتي طبعا الفريق بيواصل تدريباته بشكل طبيعي عشان بعد كده عنده مباراه مهمه ان شاء الله الاسبوع ده مع نادي سموحه نهائي بطوله الدوري المرتبط وتقام يوم الاربعاء يوم الجمعه على صالة الدكتور حسن مصطفى في مدينة السادسة من أكتوبر. يمكن طبعا الفريق بيستعد للمباراه دي بشكل قوي يا نهاوند وكريم. ولكن حاليا طبعا والمباراه دي كانت المفروض تتلعب الاسبوع اللي فات ولكن حاليا في توقف دولي بسبب طبعا منتخب افريقيا منتخب مصر مشارك في بطوله افريقيا 3-3 ومشاركه طبعا ابنائنا من النادي الاهلي سواء في منتخب الرجال او منتخب السيدات. طبعا بالنسبه لي منتخب الرجال مشارك عمرو زهران من النادي الاهلي ومنتخب السيدات مشارك 3 من لاعبات النادي الاهلي وهم سرايا محمد نادين سلعاوي ورنيم الجداوي. يمكن طبعا المنافسات بدات امبارح بالنسبه لمنتخبنا الوطني وبالنسبه لي طبعا منتخب الرجال كانت في مباراتين امبارح مباراه نيجيريا ومباراه اوغندا وكمان السيدات مباراه الجزائر واوغندا ايضا. يمكن فاز منتخبنا الوطني في جميع المباريات وكمان يعني شفنا اداء قوي واداء رائع من جميع ابناء النادي الاهلي في الثلاث او الاربع مباريات سواء الرجال او السيدات واللي ساهموا بشكل كبير طبعا في فوز منتخبنا امبارح في جميع المباريات. ده بالنسبه لرجال كره السله ان شاء الله الفريق هيدخل في معسكر مغلق من يوم الثلاثاء عشان يستعد طبعا للمباراه يوم الاربعاء. كمان خليني اتكلم شويه عن كره اليد وسيدات كره اليد طبعا تحت قياده الكابتن محمد عادل زولا. يعني من يومين كان عندهم مباراه مع فريق الطيران وفاز فيها النادي الاهلي بنتيجه 30-28 وده كان ضمن منافسات بطوله منطقه القاهره. يمكن النهارده هيكون اخر تمرينه بالنسبه للاعبات النادي الاهلي مع فريق النادي الاهلي وبعد كده هينضموا ان شاء الله لمعسكر مغلق لمنتخبنا الوطني وده يعتبر معسكر اعداد بالنسبه لجميع اللاعبات. ان شاء الله المعسكر ده هيكون من بكره لحد يوم 14 من شهر ديسمبر الحالي وهيكون يعني في خلال الايام يعني اللي خاصه بيه معسكر المنتخب هيكون في مباراتين وديتين بالنسبه لمنتخبنا الوطني وهتكون المباراتين مع الكونغو والجزائر وجميع المباريات دي وكمان المعسكر المغلق هيكون في المركز الاولمبي في المعادي. كمان رجال كره اليد حاليا ايضا هم في توقف دولي ومع منتخبنا الوطني ولكن يوم 7 ديسمبر ان شاء الله بعثه فريق النادي الاهلي بالكامل هتسافر للامارات استعدادا لمباراه السوبر المصري واللي هتقام ان شاء الله في الامارات على استاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. ده طبعا بالنسبه لرجال كره اليد عندهم مباراه قويه السوبر المصري مع نادي الزمالك واللي هتقام يوم 9 ديسمبر من الشهر الحالي. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده كمان خليني اقول لك انا هوند اقول لك يا كريم انه رجال او الماسترز رجال كره الطايره كان امبارح عندهم مباراه مع نادي دلفي والمباراه دي اقيمت على صاله بايونيرز في الاسكندريه وانتهت بفوز النادي الاهلي بثلاث اشواط مقابل لا شيء. النهارده الفريق هيكون في راحه سلبيه وبكره ان شاء الله هيتمرن على فترتين فتره صباحيه وفتره مسائيه استعدادا للمباراه القادمه يوم الثلاثاء اللي هتكون مع نادي المقاولين وتقام هنا على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي في تمام الساعه 6 مساء. وكمان بكره فتيات الذهب او سيدات كره الطايره عندهم مباراه مع نادي الصيد واول مباراه في الدور الثاني من بطولة الدوري وأيضا هتقام على صالة الدكتور حسن مصطفى في مدينة السادسة من أكتوبر في تمام الساعة 6 مساء. يمكن دي كانت يا نهاوند وكريم سريعا كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وجميع فرقه الرياضية. طبعا أنا معاك يا نهاوند وأكيد معاك يا كريم لو في أي سؤال والآن العودة مرة أخرى للاستوديو. طبعا الكلمة ليك يا نهاوند تفضلي. والله تغطية كالعادة رائعة جدا منك ووافية زي كريم دايما بيقول. أشكرك جدا زميلتنا العزيزة سالة حامد. تعالوا بقى نروح للي حصل امبارح. امبارح كان في قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا أو كأس أمم أوروبا عفوا يورو 2024 وأسفرت عن منافسات قوية جدا أكيد هنتكلم مع حضراتكم دايما عنها في الأيام القليلة القادمة. لكن خلونا نقف في البداية عند كم الجوائز المالية الكبيرة اللي طبعا هذه البطولة أعلنت عنها واللي يعني عشان بس الأرقام ما تقعش مني ما أقولكوش أرقام مش مظبوطة. الوضع كالآتي يا حضرات. الفائز باللقب هيحصل على 8 مليون يورو وستحصل جميع المنتخبات ال 24 المشاركه في هذه البطوله على 9 مليون يورو. اللي هيتاهل لدور ال 16 هيحصل على 1.5 مليون يورو. منتخبات دور الثمانيه هيحصلوا على 2.5 مليون يورو. منتخبات نصف النهائي هيحصلوا على 4 مليون يورو.
وصيف البطوله هيحصل على 5 مليون يورو، ولو جمعنا الارقام اللي اتقالت دي كلها بالنسبه للفائز باللقب هنلاقي ان اللي هيفوز بهذا اللقب هيحصل تقريبا على 28 مليون يورو، لان كل مرحله حتى النهائي ليها مكافئاتها. ده طبعا الى جانب مكافئات خاصه في الفوز بكل مباراه او التعادل، الفوز مليون يورو والتعادل 500,000 يورو. دي البطوله العسل دي. طب انت بتبص لي ليه بعد الارقام دي؟ عشان الارقام دي كلها الارقام دي ما تيجي نشارك ونتعادل، مش مشكله. 500 مليون يورو مش وحشين برضه الحقيقه. طبعا بطوله كبيره جدا، واكيد ليها برضه يعني عشاقها والناس اللي بيلتفوا حوالين شاشات التلفزيون عشان يشوفوا الماتشات الحلوه طبعا. اللي انجاز التعبير بنغسل عينينا بيها. تعالوا نعرف المزيد من التفاصيل حول هذه البطوله. معانا على التليفون الناقد الرياضي الاستاذ ايمن جلبرتو. يا ايمن صباح الفل عليك واهلا بيك معانا. صباح الفل عليك يا كريم، وصباح الفل على الفوالد، وعايزين نقدم طيب. في ملايين كده كريم كان طرطشناهم واحنا قاعدين. والله عايز اقول لك على حاجه، انا من ساعه ما الواحد اشتغل في الرياضه بقى يتكلم بالملايين. قبل كده كنا بنشتغل في اي حاجه ثانيه، عمرنا ما كنا بنتكلم بالملايين دي. طبعا ارقام كبيره، جوائز اكيد لها قدر كبير جدا، لان هي بطوله قويه. شفت ازاي القرعه امبارح يا ايمن، وايه اصعب كمان المجموعات من وجهه نظرك؟ لا يعني زي ما انتوا بتقولوا، طبعا هي كمان فكره البطولات دي بقت 24 منتخب بعد ما كانت 16 منتخب. كل ده بيزود عدد المباريات، يعني بيزود نسب الفلوس بتاعت البث التلفزيوني. كمان المنتخبات الزياده اللي بتشارك بيبقى في سبونسرز اكتر، فالجوائز بتزيد. فطبعا هو ده ما يهم دلوقتي مسؤولي كره القدم في العالم كله، بغض النظر عن اللاعبين بقت تستحمل الكلام ده ولا لا. يعني طبيعي ان البطوله طبعا في المانيا، حامل اللقب ايطاليا في المجموعه الثانيه، وهي دي تقريبا بنتكلم ان هي اقوى مجموعه، اسبانيا وكرواتيا وايطاليا والبانيا. واعتقد وجود اسبانيا وكرواتيا وايطاليا كانوا مع بعض في يورو قبل كده، اعتقد 2012، وكان النهائي في النهايه بقى خالص. اسبانيا وايطاليا وصلوا للنهائي، واسبانيا هي اللي فازت باللقب لو ذاكرتي يعني، كانت قويه شويه. في برضه المجموعه الرابعه نقدر نقول ان هي مجموعه مش سهله، هولندا وفرنسا. حتى لو هولندا صعدت يعني شويه كمركز ثاني وهيجي لهم حد من الملحق، وارد يبقى بهولندا مثلا، فممكن تبقى مجموعه برضه مش سهله. لكن بقيه المجموعات نقدر نقول فيها التوازن، وده طبيعي جدا في اي بطوله من البطولات اللي هي دلوقتي فكره ال 24 منتخب. يعني بالكثير قوي هتلاقي مجموعه واحده او مجموعتين هم الاقوياء قوي، او فيهم يعني نقدر نقول مجموعات الموت، والباقي بتبقى مجموعات متوازنه، لان صعب يبقى في اكتر من كده يعني. طبعا. طيب في اطار منفصل بقى، فرصه وانت معانا على التليفون، يعني برضو عايزين ناخد فكره كده، كيف رايت مباراه الامس الاهلي ويانج افريكانز، وتوقعاتك بالنسبه لماتش يوم الجمعه الجايه ان شاء الله مع شباب بلوزداد، وفكره الخساره المفاجاه اللي تعرض لها شباب بلوزداد على يد مدياما الغاني، الى اي درجه احنا ممكن نستفيد من هذا الامر، ولا بالعكس كنا بنقول في اول الحلقه ان هم اكيد هيبقى جايين ويعني وقاتلين روحهم على الثلاث نقاط، انت شايف الماتش ده هيمشي ازاي؟ اكيد خساره شباب بلوزداد امام دياما، يعني زي ما بيقولوا كده في حاجات بتبقى سلاح ذو حدين. لو كان النادي الاهلي امبارح طبعا وفق الفرص اللي اتيحت للفريق، كان ممكن نتصدر المجموعه بست نقاط. بعد كده عندك بقى بلوزداد ثلاثه ومدياما ثلاثه، هم مع نفسهم كده بيبقوا اتاخروا عننا، ولكن برضه التعادل ان انت تبقى اربع نقاط وبرضه في الصداره ده شيء جيد، ان في فرقه بلوزداد اتعطلت، هم هيجوا لك المباراه القادمه هنا في مصر ان شاء الله، نقدر ان احنا نتعامل ونفوز ونفرق قبل معمعه كاس العالم للانديه. انا للامانه مباراه الاهلي امبارح ما اقدرش اقول ان الاهلي يعني البعض بينتقد اداء الاهلي او حاجه، بس عشان يمكن النتيجه، ولكن لا، النادي الاهلي امبارح نقدر نقول كمباراه خارج الملعب عمل مباراه جيده، حتى لو المنافس وجهه نظر البعض متواضع يعني، ولكن لا هي كانت مباراه جيده، صنعنا فرص كتير، خلقنا فرص على المرمى كتير جدا، كنا نقدر نكسب اثنين وثلاثه كمان لو كنا بس استغلنا الفرص بشويه تركيز، ولكن خطا واحد بس حصل في الاخر اللي هو ادى الهدف التعادل.
ولكن اجمالا المباراه نفسها ما نقدرش نقول ان فيها اخطاء كارثيه او ان فيها اداء، يعني لو بنقارنها بمباراه سموحه لا، مباراه امبارح النادي الاهلي كان افضل بشكل كبير ونبني عليها يعني ان شاء الله مباراه المولوديه هنا بقى في ملعبنا في مصر تكون نتيجتها اكثر ايجابيه ونقدر نفوز عشان نوصل للنقطه السابعه ونستمر في الصداره، وبعد كده بقى عندنا فرصه نستعد لكاس العالم للانديه. طيب ايمن، يعني خليني اروح معاك اخر حاجه للنقطه اللي انت كنت بتتكلم فيها، لان الناس اللي زعلانه هي مش زعلانه فقط من النتيجه، هي فكره ان انت خرجت من المباراه باللي انت عايزه، خلينا نقول الاربع نقاط بتوعك، لسه متصدر المجموعه، لكن البعض اللي حزين هو حزين او عنده قلق لان انت يعني بتكسب بصعوبه، ده رقم واحد. تاني حاجه بيبقى عندك كم اهدار للفرص غير طبيعي. خلينا بقى متفقين، مباراه سموحه، مباراه ميدياما، ما سبق عن ده، مباراه يعني يانج افريكانز القادم، المشكله ان انت عندك خطا متكرر ماشي معاك، ومش بس في مباراه لمباراه، للاسف الشديد هو من موسم لموسم، فده المقلق شويه. انت امبارح حتى وان كنت بتتكلم لعبت افضل ما عندك، انت بتلعب افضل حاجه وكان شكلك كويس جدا تحديدا في الشوط الثاني، لكن كان ممكن تخرج بسكور افضل من ده بكتير لو ما كانش في شق اهدار الفرص المتكرر، بغض النظر بقى انا على ارض المنافس، انا اصل الاجواء بتاعتي مش كويسه، اصل في ضغوطات، اصل انا حققت العلامه اللي انا عايزها، يعني خلينا نتكلم في شق الازمه المتكرره، اتفضل. اكيد لا معاكي حق طبعا، فكره ان اكثر ما يعانيه الاهلي حاليا هي فكره اهدار الفرص بشكل كبير. خصوصا ان لما عملنا مقارنه حتى ما بين بدايات الموسم الماضي وبدايات الموسم الحالي، رقميا البدايات هي يعني لو الناس ممكن تقول السنه اللي فاتت كسبنا وخمس بطولات، لكن انا بتكلم على البدايه فقط اللي هي الفتره اللي في الاول، الارقام متقاربه وممكن تكون الموسم الحالي رقميا افضل، ولكن مشكله الموسم الحالي ايه؟ مشكله الموسم الحالي انه واضح ان في مشكله في التركيز واضحه جدا، فكره انهاء الفرص، وكمان تركيز في الحته الدفاعيه بنيجي في لحظات كده بيبقى في حاله توهان، وللاسف ما يعني ما بنقدرش نتدارجها لان بيسجل في مرمانا اهداف، هي دي المشكله الاكبر ان احنا ما بنستغلش الفرص وبيخش في مرمانا اهداف، فبيصعب لنا الامور في بعض المباريات، وان طبعا السنه دي كانت البدايه بخساره لقبين مهمين زي السوبر والدوري الافريقي عكس الموسم الماضي كنا بدايه بالفوز بالسوبر امام نادي الزمالك. ولكن بناخد الحته الايجابيه ايه؟ ان الفرقه بتصنع الفرص، ده معناه ان في شغل معين بيتم، ان الامور مش سايقه، ولكن هنا ده دور اللعيبه اكتر ان هي لازم بخبراتها. النهارده انت لما بتلعب بره ارضك، وعلى فكره لو قعدنا نراجع مباريات الاهلي عموما والانديه المصريه كمان تاريخيا في افريقيا بره الملعب، سواء كان المنافس قوي او متواضع او حتى ضعيف، هنلاقي ان الاستثناءات ان احنا بنكسب بره ملعبنا في ادوار المجموعات. صحيح. يعني انا مش عايز اطول في الموضوع ده، ولكن حتى مع الاجيال الذهبيه ممكن تلاقي ان دور المجموعات لو بتلعبي ثلاث مباريات بره ملعبك بتكسبي مباراه واحده. ده في العموم يعني. ايوه بس الاسباب بتختلف عن الاجيال المختلفه. يعني انا ممكن اكون بخسر في الوقت السابق لاسباب اخرى، لكن مش لفكره اهدار الفرص المتكرر اللي بيقلق شويه الجماهير. طبعا ودلوقتي الوضع اسهل، شفنا الملاعب في افريقيا الى حد ما بتتطور، ملعب يانج افريكان كان ملعب كويس كملعب ارضيه وبنلعب بعد الليل، فهنا بس هي نقطه يعني عند اللعيبه، ان اللعيبه بس تركز شويه لان هم خبرات كبيره. أبطال أفريقيا ثلاث مرات، الجيل ده من أربع نهايات لعبوها يعني، واخدين بطولة ثلاث مرات وكأس عالم أندية، هم عندهم خبرات تسمح إن هم في المواقف اللي زي دي يريحوا نفسهم، خلص الماتش 1-0 2-0 وامسك الكورة خلاص، أنت هتبقى مرتاح وتلعب مرتاح وتحقق مجد يعني، فإن شاء الله اللي جاي يبقى أفضل للنادي الأهلي، لأن المباراة طبعًا شباب بلوزداد وبعديها كأس العالم للأندية، مباراتين مهمين جدا في الموسم ده وهيفرقوا معانا.
بإذن الله كل يعني التوفيق للنادي الأهلي. وحتى وإن كنا بنتكلم إن إحنا عندنا قلق، ففي الأول وفي الآخر إن أنت يعني عايز الأفضل للفريق وعايز الأفضل للنادي الأهلي، وعايز يكون في ثقة على مدار كل البطولات المختلفة طبعا والتحديات القادمة اللي هي أصعب بكتير على فكرة، إحنا لسه ما ابتديناش تقريبا يعني. أيمن نشكرك جدا، أيمن جلبرتو الناقد الرياضي وصديقنا أكيد العزيز، شكرا ليك جدا. رحب بحضراتكم أكيد أنا وكريم، بقالنا فترة إحنا بنتكلم أو مركزين أكتر على ألعاب الدفاع على النفس تحديدا، ليها العاب يعني خلينا نقول انواع مختلفه جدا، وهي العاب كتيره مهم جدا، وفي اهالي بتركز ان هي تعلم ولادها الدفاع عن النفس، خصوصا لما دلوقتي العالم بقى منفتح بشكل كبير جدا، البنات كمان بقت مهتمه برياضات الدفاع عن النفس، بتعزز الثقه خلينا نقول، بتبقى جيده جدا، بتبقى مهمه جدا كمان، وبتبقى سهله كمان للمبتدئين والسن الصغير. النهارده هنتكلم عن انواع الفنون القتاليه، ومعانا لاعبه ومدربه هي في نفس الوقت طبعا. نرحب بضيفتنا كابتن زيزي محمود، مدربة فنون قتالية، وحصلت مؤخرا على بطولة الفراعنة في الكيك بوكسينج. صباح الهنا. صباح الخير. نورانا يا كابتن. بنورك يا كابتن. يخليك. الحمد لله تمام. هستأذنك بقى في البداية نعرف الناس، هو في فرق بين الرياضات الفنون القتالية ورياضات الدفاع عن النفس، ولا هما الاثنين واحد؟ رياضات الفنون القتالية فيها جزء دفاعي عن النفس، ولكن كورسات الدفاع عن النفس اللي بتتعمل بتكون مختلفة شوية، يعني مش شرط وانا بعلمك دفاع عن النفس ان انا اعلمك جاب كروس ولو كيك وهاي كيك والحاجات اللي بنتعلمها كلعبة فنون قتالية. اوكي. لكن هم طبعا يعني في حاجات ماتيول بينهم كتير. طب الفنون القتالية اللي هي بكام رياضة بقى؟ لا رياضات كتير قوي، بس في رياضة بتجمع بينهم كلهم وهي رياضة الام ام اي، الفنون القتاليه المختلطه، بيكون فيها بتنتشر قوي في الفتره الاخيره، بقت بتتلعب كتير قوي، وبقى فيها كمان مؤخرا بنات كتير جدا، يعني على ما افتكر ان انا اول ما بداتها كان حوالي 5 6 بنات بس اللي بيلعبوها في مصر. ودلوقتي لا دلوقتي عدد يعني ماتشات البنات في الام ام اي في المنظمات بتبقى حوالي 15 ماتش ولا حاجه، بتبقى ماتشات كتيره. فالام ام اي بيكون جواها بوكسنج، كيك بوكسنج، جودو، كاراتيه، مصارعه، جوجيتسو، جواها كل حاجه، وبقانون خاضع للام ام اي للعبه دي. حلو جدا. طب احنا بقالنا فتره زي ما كنت بقول بنتكلم عن رياضات الدفاع عن النفس، وفعلا بقت منتشره وبقت فيها قبول كمان من المجتمع بشكل اكبر، وليها اهتمام كمان من الاعلام ومن الصحافه ومن يعني الناس في العموم بقت تحبها. الاقبال ده او النجاح ان هي توصل لكل الناس ده راجع لايه؟ يعني هل راجع مثلا النجاحات اللي بيقدموها الرياضيين بتوعنا، ولا الثقافه اتغيرت؟ يعني خلينا نعرف منك. الاثنين. احنا طول عمرنا من زمان على فكره بنقدم نجاحات في الالعاب الفرديه، رغم ان هي ما كانش عليها سبوت او اهتمام. صحيح. او الكلام ده، بس بصراحه مؤخرا بقى في اهتمام من الاعلام بالرياضيات دي. كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي بقى بيركز جدا على تكريم الابطال وعلى الاهتمام بيهم، فده فرق جدا في ثقافه برضو الشعب المصري يعني. ومؤخرا برضو ابتدى البنات تحب قوي ان هي تلعبها وتدافع عن نفسها، لانه حتى لو هي مش تلعب بطولة وهي مش مجبرة عشان تتمرن تلعب بطولة، اللعبة نفسها بتعزز الثقة بالنفس، فبتخلي البنت حابة تلعبها عشان ثقتها بنفسها تزيد في الشارع. طب ما تحكي لنا عن قصتك انت شخصيا بقى مع الفنون القتالية، وابتديتي بيها على طول ولا لعبت رياضة تانية في الأول؟ انا بدايتي اصلا انا البنت الوحيده، ووالدي كان مش حابب خالص، ولحد النهارده هو ما بيحبش يشوف ماتشاتي ولا يشوف لعبي ولا الكلام ده، بيخاف عليا جدا. يعني حق طبعا، ما حاجه فانا رحت اتمرنت في البدايه يعني مع نفسي كده، وبعدين اول ماتش ليا فاجئته ان انا عندي ماتش بهزار كده، ودخلت جريت على الاوضه، ولما هو شافني بنجح وبحقق نجاحات ومبسوطه خلاص ابتدى ينبسط لنجاحي. ما لعبتيش رياضه ثانيه قبلها؟ لا انا اول ما بدات ام ام اي، انا كنت عايزه الام ام اي. ليه؟ كنت بحبها قوي، انا ما بحبش اتقيد في حاجه معينه. يعني في الام ام اي هنا انا بلعب مع بطل الجمهوريه في ملاكمه. هنا احنا بنلعب على الضلع، ويوسف حد يعني بطل كبير ما شاء الله، برضو بنلعب على الضلع، بنشتغل على الضلع، هو بيضربك بجد يعني ضربة، يعني بقى جسمي كله بيتحرك معايا. فانا كنت حابه قوي الام ام اي، ما بحبش اتقيد في حاجه، يعني ممكن وانا بضرب بوكس احب اخد مصارعه، ممكن في المصارعه اقرر اسيب واكمل بالرجل مثلا. أوكي. ممكن اقرر فجاه ان في المصارعه عايز انزل جوجيتسو، انا ما بحبش اتقيد. على فكره الوالدك يعني ده مدربي كابتن بهاء، الوالد خايف منه، تاكدي ان في كتير جدا من الاهالي
واللي عندهم اطفال صغيرين لسه هيبتدوا يخلوهم يمارسوا الرياضه، وممكن يبقى الولاد حابين يمارسوا رياضه من رياضات الفنون القتاليه، لكن الاهالي انت عارفه بيبقى قلبهم يعني وكلهم على اولادهم، يتضرب لا يتكسر لا يحصل. ايه اللي حاصل مع اولياء الامور اللي بتشوفيهم بقى ايه لسه قلقانين في المرحله الاولى من مشوار ولادهم في الرياضات دي؟ بص حضرتك، حابه الفت نظرك جدا، لان انه كل الرياضيات فيها اصابات، حتى السباحة اللي المفروض ما بختلطش فيها مع بني آدم أصلا فيها إصابة للكتف، وفيها إصابات. إصابة عن إصابة تفرق؟ اكيد طبعا. لكن شفتي التمرين بتاع بنلعب على الضلع ده؟ ده البطوله الاخيره عشان دي رياضات يعني اللي هي خلينا نقول، مش هقول يعني عنيفه، بس هي تصنف ان هي رياضات شويه فيها عنف، غير السباحه والتنس والسكواش، رياضات بعيده تماما عن العنف. لكن طبعا ليها ناسها. انا يعني انا حابه الفت نظركم ان انا على مدار، انا من وانا عندي 15 سنه حاليا 24، ما اتصبتش الحمد لله غير اصابتين بس. فده يعني كل ما بتحافظ على نفسك بتركز اكتر، وطبعا هو موضوع قدر برضو بحت واللي ربنا كاتبه لك، الموضوع بيكون عادي يعني في كل الالعاب فيها اصابات. صحيح. هو اللي ربنا كاتبه لك كده كده هتشوفه. فلا انا بقيت اشوف اولياء امور، انا مامتي من الناس اللي وانا بتمرن اما اخد ضربه بتزعق لي اقفلي وشك كويس العبي كويس. حلو. يعني مامتي كده. أوكي. وبتبقى خايفه جدا عليا، بس هي من جواها خلاص هي بقت فاهمه وعارفه اني بحب ده، فهي هي اللي بقت بتحفزني، بقيت بسمع صوتها وانا بلعب في الماتشات ان هي تحفزني ده. طبعا انا ما اقدرش العب من غيرها. لكن الوالد ما بيجيش؟ ما يقدرش. أوكي. لا هو ولا اخواتي ما يقدروش نهائي يشوفوني في الوضع ده، حتى لو واثق ان انا هكسب ما بيقدرش، بس يشجعني يعني قبل الماتش دايما كلمه بابا الوحيده ليا صحتك اهم من كل حاجه، مش مهم تكسبي، دايما حلو يقول لي حلو كده. ده على فكره ده حلو جدا، ده دعم معنوي بشكل كبير جدا. طب البطوله الاخيره بطوله الفراعنه للكيك بوكسينج، خلينا نسمع عنها او يعني عرفينا اكتر، وانت شاركتي فيها وفزتي، فعايزين نعرف تفاصيل عنها اكتر. المفروض ان انا كنت قاعده 3 سنين اصلا بسبب الاصابه الاخيره دي، كانت شديده شويه، فكنت لسه راجعه مع كابتن بهاء جداوي اللي كان بيضربك بجد. انا فاكره التمرين ما بيبقاش ضرب بجد. لا طبعا بسالك، بس واضح ان التمرين كانه لا بجد جدا. فبعد شهر تجهيز معاه قال لي انا هنزلك البطوله، فقلت له لو شايف ان انا جاهزه، لانه شهر بعد 3 سنين انا ما عنديش مشكله. قال لي انت من جواكي نفسيتك مؤهله؟ قلت له لو انت شايف ان انا جاهزه انا هنزل، انا ما عنديش مشكله. قال لي خلاص يبقى توكلي على الله. دخلت البطوله لعبت 3 جولات وجيت في اخر الجوله نوك اوت، الضربه القاضيه يعني. طبعا هو كان مدربني، انا كنت عشان متعوده في الام ام اي على ضربه واهرب ضربه واهرب، فالملاكمه ما فيهاش كده، دي كانت بطوله ملاكمه. قال لي اقل حاجه 3-4 ضربات وتهربي، فنفذت فعلا الخطه اللي قال لي عليها والحمد لله كسبت. بعيدا عن اجواء المنافسات والبطولات، ما فيش مره في حياتك الشخصيه السؤال ده كان كده كده لازم انك تعملي نوك اوت في حد او اتحطيتي في موقف؟ ببقى نفسي والله، بس من احلى حاجه يعني احلى حاجه في الالعاب القتاليه ان هي فعلا بتخليك بني ادم هادي. يعني على فكره انا عصبيه وخلاقيه جدا، بس اللعبه فرقت معايا جدا في نفسيتي، في هدوئي، في تمالك الاعصاب. يعني عكس ما الناس بتبقى فاهمه ان دي العاب عنيفه بتخليك بني ادم عنيف وبني ادم شرير، لا كله بيقول كده على فكره. هي بتحول لا بالعكس، هي بتحول البني ادم العصبي لبني ادم هادي، بتخليني عارفه قدري وعارفه اني ممكن اذيك، وعارفه ان الحق ممكن يتاخد بكذا طريقه، وخاصه ان هي بتشغل مخك جدا. اوقات كتير انت بتكسب بذكائك مش بقوه ضربتك، كتير جدا بتكسب بالطريقه دي. فخلاص انا اتعودت من اللعبه ان انا في كذا طريقه اخد بيها حقي، فلازم ابقى هاديه، لازم افكر، فببقى هاديه كتير. القدرات يعني الذهنيه زيها زي الـ يعني الجسديه، القدرات الجسمانيه. يعني انت ممكن تنمي وتطوري قدراتك الجسمانيه، لكن ذهنيا برضو ممكن ده يتطور جدا. انا كان في حد بيتمرن معايا احتراما لخصوصيته بدون ذكر اسمه، كان بيرتبك لو قلت له يعمل حاجه وسمع صوت جنبه، هي شخصيته كانت كده. يرتبك لو حد عدى من قدام الباب وهو مقفول، الشخص ده دلوقتي ما شاء الله اتفرج عليه مشيته في الجيم، ده من اراء الناس اللي كانت في الجيم، فارد جسمه، عنده ثقه بنفسه، بقى دلوقتي بيضرب بال3-4 ضربات في وقت واحد، بقى بيضرب ضربه معينه اقول له عليها فجاه اقول له اضرب ضربه ثانيه يعملها. يعني انت بتدربيه اصلا؟ بالظبط. فلا بتنمي جدا القدرات الذهنيه، وزي ما قلت لحضرتك هي بتفرق جدا 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 في التفكير. انا لو واقفه بتمرن ومش مركزه في كل ثانية بتحصل فيها ايه،
مش هو الجيم مدته قد ايه تقريبا؟ بصي لو بيجانرز ما ينفعش نكتر من 40 دقيقه عن ساعه. مثلا الادفانسد او اللي بيلعبوا بطولات مثلا زي انا كنت لسه في التمرين امبارح ممكن من ساعتين ونص لثلاث ساعات عادي. اوكي يعني ممكن نقضي اليوم كله مفيش مشكله عادي. بنتمرن برضو مرتين في اليوم لو في تجهيز لبطوله، مره الصبح ومره بالليل. الجيم نفسه مش التمرين، البطوله الماتش يعني. لو هو اماتور بتبقى دقيقتين وحوالي الراحه نص دقيقه. هنقول 40 دقيقه بنلعب. لا يا نهار ابيض، استغربت عمال افكر في الاجابه اكيد مستحيل. وبتكون في جولتين. لو احتراف برضو على حسب احتراف من اي نوع او اي منظمه بتفرق، بتبقى 3 دقائق في 3 جولات او 4 دقائق في 4 جولات او 5 دقائق في 5 جولات. يعني السرعه مطلوبه، التحضير مطلوب، التركيز، كل حاجه يعني. كل حاجه لازم العقل شغال مع الجسم، مع السرعه، مع القوه، مع انك تسمعي اللي الكابتن بيقولوا، مع ان انت تفصلي اي حاجه الجمهور بيعملها لانه ممكن يعني صحيح. جمهور الخصم اللي قدامك يستفزك. واجهتك اي صعوبات كمدربه وساعه لما بتيجي تدربي مثلا شباب او رجال؟ يعني فكره ان الشباب اللي بيلعبوا مثلا رياضه قتاليه ما وبيتدربوا على ايد مدربه ومش مدرب، هل نتج عن ده اي كواليس جديره بالحكم؟ بص هو احيانا بالذات ان انا بادئه تدريب من وانا 17 سنه كمدربه فنون قتاليه. أوكي. فكنت صغيره قوي، شكل يدي ان انا اكبر شويه بس كنت صغيره قوي. فاوقات ممكن حد يبقى جاي يتدرب عشان نفسه يتعرف، جاي يهزر، جاي بحس الصراحه من الضيوف. يعني انا جاي اتعرف، يعني انا هموت والعب اللعبه دي، انت مش فاهمه بحبها من زمان. لكن هو يا حبيبي برضو اللعبه ما كانتش مفهومه قوي، فلما بيخش في الاعماق بتاعت التمرين بيقول لك لا والله انا اصلا انا جالي سفر فجاه هولندا ست سنين، انا غيرت، انا مش عايز ارجع لست سنين وبرجع. يوم ما يقرر يتعرف يروح فنون قتاليه ويتعرف على الكابتن ما بيبقاش فاهم بقى، بيقول لك مدربه وهتبقى بنت وضعيفه وهاديه. ما كانتش لسه اللعبه برضو مفهومه قوي. لكن دلوقتي لا، كل الناس اللي معايا ناس جايه تتمرن بجد، ناس حابه حاجه معينه مثلا في كابتن زيزي حابين ان هم يكتسبوها منها. حتى مثلا في مكان ممكن لما اسيبه لظروف ما الاقي ناس بتكلمني على الاكونت بتاعي، لا محتاجين نعرف مكانك ضروري، هو انا عايزك انت بالتحديد او ابني عايزك انت بالتحديد. زيزي ده اسمك الحقيقي؟ لا ده اسم الشهره. اوكي عايز وده الاسم اللي انا حتى يعني معروفه بيه في البطولات والكلام ده. طب عايز تقولي اسمك ولا؟ عادي، انا بحب اسمي جدا، اسمي الحقيقي زينب. زينب حلو جدا. حلو جدا. بس هو ده اللي اتعرفت بيه بقى من طفولتي. واول بطوله خلاص زيزي زيزي، فكله بقى عارف زيزي. طب زيزي انت دلوقتي محققه عندك 24 سنه على مستوى كرياضيه وعلى مستوى التدريب نجاحات هنا وهنا، لسه 24 سنه لسه قدامك وقت طويل جدا. حتى لو انتهت الفتره بتاعتك كلاعبه تقدري تكملي لما لا نهايه لغايه لما انت عايزه او تقرري بالزبط. كمدربه هو ده اللي انت عايزاه ولا عايزه بجانب ده تشتغلي حاجه ثانيه؟ انا ما اعرفش انا وكريم ما سالناكيش اصلا، تشتغلي حاجه ثانيه؟ هو انا اصلا خريجه اعلام. الله. وانا يعني نفسي ان انا اكون في مجال الاعلام. لكن انا دايما يعني مؤمنه ان ربنا لما بيحط حد في حاجه فده الوقت المناسب ليها، فانا ما بوقفش اللي انا بعمله عشان حاجه تانية، انا بكمل في اللي انا بعمله مع السعي للحاجه التانية. دي حصلت تمام، ما حصلتش انا برضه باللي ربنا بيعمله. يعني في يوم من الايام حابه برضه تدخلي الميديا او الاعلام. بالظبط كده. انت على فكره في ايدك تعملي الاثنين، حتى بالذات بقى احنا جدا ما هو ده اللي انا نفسي اعمله فعلا. فممكن جدا يبقى تمارسي الاعلام الى جانب يعني اللي انت بتعمليه كمدربه للفنون القتاليه. ده فعلا اللي انا نفسي اعمله، يعني خاصه ان انا بدرب يعني فريلانس اللي هو بدرب برايفت اماكن محدده. أوكي. وقت محدد وببقى طول الوقت بتاعي عشان طبعا تمريني راحتي اكلي. طيب عايز عشان ما نختمش من غير ما نسالك السؤال ده هنرجع تاني نسترس عليه، ما اتخانقتيش قبل كده مع حد مثلا؟ لا اتخانقت. ده سؤال، ده سؤال انا بحب اساله عم. لا اتخانقت. يعني انا فاكره سمر حمزه طبعا بطلتنا الكبيره سمر حمزه سالناها، بس سالناها السؤال ده وجاوبت بعد الهوا. لا انا برد يعني عادي. يعني قولي لنا هل حصل؟ اصلا مش احب ادعي المثاليه، يعني انا بحب تحصل كلنا. طبيعي. لكن مثلا نقدر نقول الموقف اللي انا عملت فيه اكشن
تقدري تقولي مثلا 1% على مدار حياتي، بس حد وصلك لليفل استفزاز مش طبيعي، بقى لازم يكون بلوك اوت على ايديكي، ولا لازم يكون حد بدا بالعنف معايا، انا ما ببداش، انا مستحيل ابدا. يا كريم بيقول لك ربنا يعني كرمه بايه، بلوك اوت ولا كان على الخفيف؟ لا 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 على الخفيف برضو، انا مجرد عايزه ادافع عن نفسي برضو، ما بحبش اذي حد يعني. أصيلة. حتى والله في البطوله يعني اصيله زيزي اصيله كابتن في الموضوع ده اللي هو يا بنتي العبي يا بنتي. انت نورتينا وشرفتينا في حلقه النهارده، ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. ميرسي جدا، اتشرفت بيكي. توفيق ليك يا زيدي، نموذج رائع وجميل بجد للمراه والرياضيه المصريه، بالتوفيق ليكي في اللي جاي، ويوم الايام تبقي جميله، ممكن جدا لو برامج رياضيه تبقي كمان اعتقد تبقى ناجحه جدا معاكي باذن الله. ان شاء الله هنروح فاصل ونرجع مع حضراتكم ملف النادي الاهلي، وهينورنا كابتن احمد سلامه، خليكم معانا. عوده من جديد لحلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي، طبعا هنتكلم بقى باستفاضه في هذه الفقره عن كل اللي شفناه في ماتش امبارح وكل اللي بنتوقعه في الماتش القادم ان شاء الله. منورنا ومشرفنا كابتن احمد سلامه نجم منتخب مصر السابق. صباح الفل يا كابتن. صباح الفل استاذ كريم، نور الدنيا كلها. الله يخليك، ده نورك، الله يكرمك. بونجور. والله انا حزينه شويه بصراحه، اقول لك الحقيقه وبيبان عليا ما اعرفش اخبي، دي مشكله ومفروض كالواحد كاعلامي يعني. الدنيا مش كارثيه طبعا، بس انا بزعل يعني من الناس اللي ممكن لو الاهلي خسر في مباراه كان بجد والله يعني، بس خسر من الزمالك تحديدا هقولها، بنام ممكن اعيط ممكن اتضايق، مشاعر الواحد بيحس اللي هو انت بتعمل كده ليه في نفسك، بس انا بتضايق، انا ربنا خلقني كده. جماهير الاهلي كلهم كده. انا امبارح ما انبسطتش، ومش من الناس اللي عندها حته التفاؤل رغم ان ده يتنافى مع شغلي كاعلاميه برضو في قناه الاهلي، بس انا من الجماهير، انا قلقانه على اللي جاي، بستغرب وعندي علامات استفهام ليه الشوط الاول انا ما لعبتش وخلصت، ليه دايما طالما اقدر ليه بستنى، وطالما انا بلعب جيم حلو قوي ليه الفينال بتاعي برضو فيه ازمه ومتكرره، وبعدين ده الامتى يعني. للاسف يمكن احنا بدانا فعلا المباراه بشكل مش افضل حاجه، كان عندنا افضل من كده كبدايات يعني، كان المفروض نبدا بالزبط. افضل ان انت النادي الاهلي عندك افضل سكواد يعتبر موجود في افريقيا، عندك لاعبين جيدين جدا جدا بيعرفوا، عندهم شخصيه اللاعبين الدوليين اللي عندهم خبرات عاليه جدا، بتلعب قصاد فرقه لسه يمكن مش في افضل حال، يانج افريكانز برضو فريق يعتبر بالنسبه لتاريخ النادي الاهلي وعراقته وبطولاته منافس بعيد يعني، منافس بعيد بالظبط، في جاب كبير ما بينك وما بينه، كان لازم ده يتثبت على ارض الملعب او يظهر على ارض الملعب ان انت عندك قدرات او عندك فروقات واضحه جدا جدا ما بينك وما بين الخصم. للاسف ما بانش ده في الشوط الاولاني، كان في بعض شويه عدم الربط ما بين خط النص وما بين ما بين الخط الدفاع وما بين المهاجمين، منطقه خط الوسط ما كانتش كويسه، ما كانتش في افضل حالاتها في بدايه المباراه. افريكانز تقريبا برضو كانوا من الفرق يعني عندهم الحماسه شويه ان هم يلعبوا قصاد الاهلي بشكل في شويه نزعه هجوميه او في اثبات ان احنا موجودين. النادي الاهلي لعب بطريقه شويه، او مستر كولر لعب بطريقه شويه فيها تراجع شويه نوعا ما، وبعد كده بدا يظبط الامور ما بين الشوطين باشراك مجدي قفشه بدلا من امام عاشور، بدا يحصل عمليه الربط ما بين خط الدفاع وما بين خط الهجوم، بدانا نشوف خطوره شويه، بدانا نشوف الاهلي بشكل افضل شويه، ولكن الحاله اللي انت حابب عليها الاهلي او انت متعود على الاهلي فيها او على الشكل ده ما كانش موجود طول المباراه، ومش بصفه مستمره يعني. الاهلي دايما معودنا ان هو بيلعب قصاد الفرقه دي، هو يعني هو متحكم في الكره طول الوقت، متحكم في رتم المباراه طول الوقت، ما بيسيبش فرصه للمنافس يرفع نفسه او ياخد نفسه او يرفع راسه مع الاهلي. لكن في المباراه احنا يمكن بقى لنا 3 4 مباريات شايفين ان الاهلي بيدي فرصه شويه للمنافس ان هو يعني يتحرك معاه شويه لقدام. في رايك ده بيحصل ليه؟ يعني بالمناسبه يعني اعتقد ان التاريخ اثبت كذا مره ان لما النادي الاهلي بيبتدي المباراه ايا كان المباراه في انهي بطوله، لكن لما النادي الاهلي بيشكل ضغط عالي على المنافس من اولها عاده هو اللي بيتسيد الموقف، بيبقى مهيمن على كل المجريات وهو اللي بيتحكم فيها. ده ما حصلش امبارح وما حصلش كام مره قبل كده، لان الاهلي بطبيعته انت اصلا اي فرقه بتلعب قصاد الاهلي بتعمل حساب الاهلي جدا جدا، يعني بتعمل حساب سكواد النادي الاهلي بشكل كبير جدا. أكيد. عارفين انت بتلعب قصاد فرقه عندها سمات البطوله وسمات الانجازات معينه وتارجت معين بيوصلوا له من بدايه المباراه حتى نهايتها، يمكن البلاس 90 ما حدش كان يعرف اي حاجه عنها غير معروفه يعني، دائما تلاقيها يعني ملتصقه شويه بالنادي الاهلي او صحيح.
كلمه النادي الاهلي بلس 90. فالنادي بيلعب من اول دقيقه لاخر دقيقه، ما لحد صفاره الحكم النادي الاهلي بيلعب على ان هو يخلص المباراه. لكن انا شفت ان احنا امبارح الموضوع كان مختلف عن كده. انت جاب الجول في الدقيقه 87 تقريبا او 86، وبيجي فيه الجول في الدقيقه 90 بلس 1 او حاجه زي كده يعني. فمش ده مش سمات النادي الاهلي. النادي الاهلي طول الوقت هو اللي بيسيطر، طول الوقت هو اللي بيفنش، طول الوقت هو اللي صاحب المواقف الافضل او الاداء الافضل طول المباراه. انا بقول لحضرتك او هبين لحضرتك ليه الموضوع ده. احنا عندنا يمكن النادي الاهلي بيلعب، كان افضل ما بيميز النادي الاهلي هو منطقه نص الملعب، هي اللي بتعمل الربط ما بين خط الديفنس بتاعك وخط الفرود بتاعك او الفرود لاين بتاعك او خط الهجوم. فده كان الربط هنا في المكان ده كان بيدي لك دايما الافضليه. لو تلاحظ امبارح كان في مشكله كبيره جدا حاصله في نص الملعب، ان مروان عطيه نايم تحت جدا هو وديانج، وعندك الناحيه الثانيه امام عاشور مايل قوي ناحيه كهربا قدام، لذلك كنت تلاقي حسين الشحات وبيرس تاو نازلين قوي في نص الملعب، تحس ان هم بيلعبوا 4-4-1 او 4-4-2 بس امام تحت كهربا. دي عملت جاب كبير جدا 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 في المنطقه اللي هي نص الملعب دي، ما كانش في ربط، كانت الكرة حتى والتمركز ده فكرك يعني جاي لهم بيه اوردر من كولر ولا دي طبيعه المباراه وصلتهم لكده؟ لا يعني التبديل اللي حصل ما بين الشوطين يبان ان ده مش من كولر، او كولر كان بيدي تعليمات ولكن التعليمات نفذت بشكل مش اللي هو اللي محتاجه كولر يعني. كولر كان طالب، او مصر كولر كان طالب انه يبقى في رقم يعني 9.5 او رقم يبقى امام عاشور تحت كهربا شويه، ولكن هو كان عامل جاب كبير، كان ماطط الملعب بشكل كبير. لا كان المفروض ان هو يقرب شويه من خط الوسط عشان يفضل طول الوقت عندك ربط ما بين نص الملعب وما بين المهاجمين، وربط ما بين الخط الديفنس بتاعك والفرود لاين بتاعك. لما كنا بنستلم الكوره كانت بتلعب كرات طويله، ده يدل ان انت كان ما عندكش حد هنا يربط. لما نزل قفشه حصل موضوع الربط ده، بدا قفشه بينزل لتحت شويه بيستلم ويسلم ويتحرك، فبدا بالظبط فبدا يحصل. بعدها على طول بدانا نشوف في اول دقيقه على طول من بعد نزول قفشه كهربا بيجي له انفراد، بيرسي تاو الكره اللي اتلعبت من ديانج بالعرض دي بيرسي كان هيحطها وبعد كده سابها لكهربا، ما اعرفش كهربا كلمها ولا لا. اللقطه دي كانت غريبه قوي يعني لا يعني. هو احنا ليه ما بنخلصش على طول؟ الكره جات لي ملعب يعني، حسيت انا في تعازم يعني مطشوط بالظبط يعني. كانت الاول بيرسي تاو كان الاقرب، وبعد كده شال رجله، وبعد كده جات لكهربا اتفاجئ بيها وفي الاخر حطها كده من فوق العارضه. فاللي بتكلم فيه ان بدات من هنا الهجمه بتاعت حسين الشحات، وحسين الشحات في الشوط الاول طبعًا. دي يعني دي كمان طبعًا. كانت ممكن تدي افضليه بشكل كبير، ولكن خلي بالك يعني الانديه اللي زي يونج افريكانز الانديه دي مجرد ما بتجيب فيها جول بتلاقي التاني زي ميدياما دي كانوا مقفلين قصادك لحد الدقيقه ما اعرفش حاجه و70، بعد كده الاولاني جه كهربا، وبعد كده التاني حسين الشحات، وبعد كده صلاح محسن. يعني ثلاث اجوال جم في حوالي ربع ساعه، رغم ان هم مقفلين عليك 70 دقيقه او 75 دقيقه. فده اللي انا بتكلم عليه، لو انت كنت جبت الجول من البدايه من بدري شويه كان زمانك انت الفرقه دي انت كسبانها 3-4. ولكن الفرقه دي لما انت بتسيبها تخش معاك في الجيم ده بيديهم افضليه شويه. هو على ارض وسط جمهوره والحماسه، بيلعب قصاد النادي الاهلي، عنده يعني احساس ان انا ممكن اظهر بشكل كويس قدام النادي الاهلي، يختاروني الفتره اللي جايه اكون موجود معاهم. فكل واحد بيبص ان انت النادي الاهلي يعتبر تارجت بالنسبه له، يعني ان انا انضم للنادي الاهلي او ان انا بس ده على مستوى اللعب. معلش على مستوى دلوقتي الوضع اختلف. خلينا نبقى صراحه، لسه انا وكريم كنا بنتكلم على التصريحات المختلفه اللي بنتابعها من يعني سواء رئيس مجلس اداره النادي، مدرب في النادي، متحدث الاعلامي، يعني انديه مختلفه التصريحات بتاعتها، والمنافس بقى يشوفك ان انت ند، وند ممكن على فكره بسهوله يفوز عليك. يعني ما يبقى في تصريح للرئيس التنفيذي ليانج افريكانز يقول لك انا مش عاجبني التعادل، رغم ان كولر على الصعيد الثاني قال لك ما فيش مشكله في التعادل طالما على ارضه مش على ارضنا. يعني في فارق هنا في التصريحات. يانج افريكانز يقول لك انا كان المفروض انا اكسب مش اتعادل. هقول لحضرتك حاجه، يعتبر كلام حضرتك مظبوط 100%. يعتبر يانج افريكانز برضو يعتبر من الانديه اللي هي بدات تستقطب لاعبين جيدين من الدول اللي حواليها الافارقه.
وبدأ يبقى عندهم عملية بناء فريق جيد، يمكن واستقطاب كمان مدير فني جيد. يمكن كان قبل كده احنا فارقين شوية عن كل الفرق الأفريقية، ان احنا عندنا الجانب الخططي احنا افضل، الجانب التنظيمي في الملعب احنا افضل، هم عندهم القوه والسرعه لكن احنا عندنا الذكاء في الملعب، عندنا المهاره اعلى، عندنا ده حتى كله بدنيا كنا اعلى منهم امبارح. بالظبط، انا هتكلم على النقطه دي كمان. انت كمان بدا كل الانديه الافريقيه بداوا يجيبوا لعيبه جيدين جدا، بداوا يجيبوا مدربين كويسين جدا، بداوا يشتغلوا على النواحي الخططيه والتنظيميه في الملعب بشكل جيد، بداوا يكونوا يعني ايكوال معاك او يعني يقربوا منك جدا جدا. بقت الكره في افريقيا بدات تبقى يعني قريبه من شمال افريقيا، يعني او الجانب اللي هو افريقيا اللي هي الجنوب او المنطقه اللي هناك كانت شويه بعيده شويه في الذكاء وفي شغل الخطط. ما هو يا خوفي عديك بقى، يعني احنا كنا كانوا بعاد، بعد كده بقوا بيقربوا منك، بعد كده ممكن يبقوا في مستواك، بقى كده عدوك. اكيد هو لا، انا شايف ان هو النادي الاهلي تحديدا او الفرق اللي هي الكبيره في شمال افريقيا هي فرقه طبيعي، لكن ممكن وارد جدا ان انت يبقى عندك ضغط مباريات، ممكن يكون عندك دي اوف، ممكن يبقى عندك مثلا حاله الفريق في الفتره دي، فبيبان ان هم ايكوال معاك، لكن لو انت في حالتك الجيده وهم في حالتهم دي انت فارق بكتير جدا. انا بتكلم ان هم ما بقوش زي الاول فرقه مستباحه طول الوقت او فرق تقدر تروح كل دقيقه. في تطوير عندهم بالظبط، لا في تطوير في الجانب الدفاعي في التنظيمي، كان الاول بيهاجموا سوري بعشوائيه كبيره جدا، فانت بتلاقي بيهاجموا وشكلهم بيروحوا على جول، ولكن الدفاعات بتاعتهم متسابه. لا دلوقتي بدا في ارتكازات كويس، في تنظيم دفاعي كويس، بس ده كان حاصل الى حد ما امبارح بالذات في الشوط الاول على فكره. يعني فكره ان هم الاندفاع الهجومي العشوائي الهجومي ده اللي فيه صفر النزعه دي اللي هي في تاتش عشوائيه ده بيخلق لك مساحات استغلها بقى. بالظبط، هو احنا بقى المشكله ان انت عندك هنا يعني الفتره دي بتعاني شويه من حته استغلال الفرص المتاحه بالنسبه لك. يعني انت مثلا لو ما بتخلقش فرص هنقول اوكي فرقه مش عارفه توصل، لكن انت بتوصل ولكن مش عارف تستغل ده. ترجمه الفرص دي الاهداف، ده بيخليك تقتل المباراه من البدايه، بيخليك انت تبان كعبك عالي على الفرقه اللي قصادك، بيبين بيديلك اريحيه شويه كتيم تلعب براحتك. خلي بالك انت لما بتبقى بتلعب مع خصم ايكوال معاك مفيش مشكله ان الوقت يعدي ما بينك وما بينه، مفيش مشكله، لكن الفرقه بتبقى فرقه صغيره والوقت بيعدي وانت مش عارف تترجم الفرص بتاعتك، بتصعب الامور. هو بياخد ثقه وانت بتبدا تتسرع شويه، بتبدا يبقى عندك رعونه شويه في انهاء الهجمات. فالحاجات دي طول ما انت بتخلص على الفرق الصغيره دي من بدري، طول ما انت بترتاح بتدي اريحيه للفرقه، بتدي افضليه، بيبان الفوارق بقى ما بينك وما بينه الفنيه. فدايما الفرق الصغيره لازم انت تترجم الفرص وما تديلهمش فرصه ان هم يكملوا معاك في الجيم. يعني رجعنا لحضراتكم مره ثانيه، وخلينا نستغل الوقت الفاضل طبعا مع كابتن احمد سلامه ضيفنا اللي منورنا، نتكلم شويه عن الحاله، لان في امبارح بعض الاستوديوهات التحليليه وبعض الاراء المختلفه حول الاهلي. على فكره المباراه ما كانتش سيئه يا جماعه، وفي ناس تقول لك لا حلو ان احنا خرجنا بالاربع نقاط، او ده تبريرهم. يعني الشق الاخر او يمكن احنا كلامنا مش في سياق حلقه واحده، احنا بنتكلم في الحاله العامه للفريق. هي قصه مش انا لعبت مباراه وعدت وخدت الاربع نقاط وانا لسه متصدر، الحاله العامه هي دي اللي تهمني. دي كنقطه. النقطه الثانيه، انا كنت بشوف او يعني احنا لو تابعنا المواسم اللي فاتت والازمنه الماضيه والسنوات الماضيه دايما تشوف المنافس لما انت بتبقى اعلى منه بكتير، وده في معظم الماتشات او البطولات، بيلعب معاك لعب دفاعي بحت، ما بيبقاش فيه لعب مفتوح، فيش جيم مفتوح، علشان ما يبقاش فيه خلق للفرص، ما بتديش الاهلي فرص ان هو يخلق يعني اجوال بشكل اكبر. دلوقتي بقيت تشوف حتى يانج افريكانز امبارح زي ما كنا بنتكلم ما كانش بيلعب لعب مقفول، ما كانش بيلعب لعب دفاعي بحت، يعني ميدياما يمكن اللي كان بيعمل ده، حتى لما كان بيعمل ده برده ما كانش المباراه سهله. فانا عايز افهم يعني من الاخر اللي بيحصل على الارض ده، سواء المنافس لعب مفتوح جيم مفتوح او دفاعي بحت، برده بتلاقي نفس الازمات اللي عندك كفريق، صعوبه دايما صعوبه في الان ونفس الغلطات. بص والله حاجه، هو المشكله عندنا ان احنا راس الحربة الصريح، يعني انت بتلعب، انت بتوظف كهربا مهاجم وهو مش مهاجم، بتوظف امبارح طاهر محمد طاهر مهاجم وهو مش مهاجم، بتوظف فيرساتاو مهاجم احيانا وهو مش مهاجم. المهاجم الصريح ده بيفرق معاك جدا، اولا تحركات المهاجم، احساسه بالمكان، مساعدته لزمايله، التحركات بتاعته بتفتح ثغرات في دفاعات الخصم بتقدر تستغلها من اطراف الملعب او من العمق. شفت قبل ما يمشي حمدي فتحي كان قد ايه بيوصل جوه عمق دفاعات الخصم وبيروح يجيب اجوال هناك وخلص ماتشات كتير بالشكل ده. فده تحرك مهاجم الطبيعي جدا، ان انا لما بتحرك
بدي مساحه للاعيبه اللي حواليا ان هم يدخلوا ال 18 سهل جدا. اللعيب اللي هو اللي عنده سرعات او السبرنتر او اللي هو المهاجم اللي هو اللي مش صرف اللي هو متوظف كان وينجر وبيلعب وبتلعبه سترايكر ده ليه طبيعه خاصه اللي عايز يجري وعايز يتحرك كتير هو بيبقى ليه دور بس ما ينفعش تعتمد عليه 100%. محمد صلاح يمكن برده بيقوم بالدور ده مع ليفربول بس هو مش ده الدور الاساسي بتاعه يعني بالظبط. يعني محمد صلاح بيجي من على طرف الملعب ويضم لجوه لكن ما بيوقفش في المكان ده ويبدا يتحرك لان تحركات شفت لما كان فيرمينيو موجود وكان صلاح وماني كنت تلاقي دايما فيرمينيو تحركاته كلها بينزل لتحت بياخد معاه مدافعين وبيبدا الاختراق من على جنب الملعب من عند ساديو ماني ومن عند محمد صلاح وكان بيفتح مساحات كتيره جدا ليهم وكان محمد صلاح في كامل نجوميته وكان ساديو ماني في كامل نجوميته وكان فيرمينيو كمان بيعمل اسيستر اكتر من اللاعبين الاطراف الموجودين. فهو الراجل دوره ما كانش مهاجم اللي هو خلص لكن دوره احساسه بالمكان وان وظيفته الاساسيه هو مهاجم فده بيفتح لك ثغرات كبيره جدا في دفاعات الخصم. دي حاجه مهمه. حاجه اهم بقى من ده كله ان انت لازم تعرف امتى اجري الكره لقدام والعب كرات بينيه او كرات اللي هي زي ما بيقولوا البوابات او اللي هي ضرب دفاعات الخصم بكره مباشره وامتى اعمل سيطره واستحواذ على الكره. هو اللي بيتحكم في الريتم ده نوعيه اللعيبه اللي بتكون في موجوده في نص الملعب. انا عاجبني ليه عمرو السوليه انه رجع وان شاء الله يكون حالته كويسه البدنيه والجاهزيه بقى كويس. انا عاجبني فيه ان هو لعيب تقيل في نص الملعب لعيب بيديلك تقل في نص الملعب عارف امتى يعمل باص عرضي عارف يعمل امتى باص طولي عارف امتى يعمل باص طويل يعمل شورت باص عارف كل موقف لعب هو عارف يتعامل معاه ازاي عكس ما انا يبقى خلاص الفرقه قفلت وانا بعمل في عمق دفاعات الخصم فالباص اللي بروح يتقطع ويرجع لي تاني. صحيح. لا انا لما بكون في غلق المساحات من ناحيه الخصم فلازم انا العب الكره يمين وشمال عشان افتح يعني العب كرات عرضيه عشان افتح اوسع شويه التكتلات دي عشان اقدر اضرب في العمق الدفاعي. طب احنا ليه حاصرين الى حد كبير الكلام عن التهديف على وجود مهاجم صريح؟ يعني طبعا احنا بقى لنا فتره بتتعالى فيها الاصوات المطالبه بوجود مهاجم صريح وبتطالب اداره النادي الاهلي بالتعاقد مع مهاجم صريح الى اخره. اكيد وجود مهاجم صريح اكيد هيفرق كتير لكن في ظل عدم وجود هذا المهاجم الصريح مش المفروض ان انت عندك في خط الوسط وخط الهجوم ما يكفي من الاسماء الرنانه الثقيله كل واحد فيهم نجم في مركزه؟ يعني لما يبقى عندك امام عاشور على حسين الشحات على كهربا على قفشه على رضا سليم على فيرسيتاو على كذا مش الاسماء دي كلها المفروض ما تحسسكش قوي بنقص وجود مهاجم صريح لغايه لما يبقى موجود معانا؟ بالظبط. احنا ليه بنتكلم دلوقتي؟ احنا بنتكلم دلوقتي لانه في دلوقتي اضاعه فرص كبيره جدا جدا وفي حاله بتترتب على ده حاله عامه سيئه. يعني انا لو ما جبتش امبارح سيء امبارح بس اقرب حاجه لو كنا جبنا جولين ثلاثه مثلا ورجعت من هناك كان حد هيتكلم على اداء ولا حاجه؟ لا. كسبانين ثلاثه وراجعين ومبسوطين وبتاع الكلام ده والدنيا زي الفل وخدنا الهدف اللي احنا محتاجينه. الاهلي دايما احنا بنتكلم على يعني بنتكلم دايما على حاله الفريق العامه في حين اخفاق النادي الاهلي في تحقيق فوز. احنا ما بنلعبش جماهير النادي الاهلي مش مستنيه من الفريق ده غير ان هو يرجع دايما كسبان من اي مباراه على ارضك او خارج. بتلعب فرق كبيره سواء الوداد سان داونز بتاع بيبقى التعادل كمان بيضايق الناس هم حاطينك دايما في ليفل ان انت اي مباراه على ارضك او خارج ارضك انت رايح تكسب وراجع انت صحيح. مفيش بديل عن كده. صحيح. طيب ايه اللي يعوض ان انا اكون مثلا تعادلت وراجع متعادل او كنت في مثلا في ماتش صعب ورجعت متعادل ان الاداء يكون جيد جدا ومرضي. طيب لما الاداء يكون مهزوز والنتيجه مش كويسه هل لا يطمن؟ لا ما يطمنش طبعا. فاحنا دلوقتي بنتكلم على انه في انذار خطر بمعنى ان انت هل انت دلوقتي في اسوء حالاتك؟ لا طبعا انت بس هل الليفل ده هو الليفل المطلوب من النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي والسكواد اللي قوي ده سوفر لسه بالظبط. فانا شايف ان احنا يعني قريبين جدا نقدر نلم نفسنا تاني يبقى في تركيز اعلى يبقى في ترجمه للفرص المتاحه افضل يبقى عندك لعيب لو اللعيبه اللي موجوده زي ما حضرتك قلت دلوقتي انت عندك بيرسيتاو راجل بيعرف يجيب اجوال حسين الشحات بيعرف يجيب اجوال كهربا بيعرف يجيب اجوال كريم فؤاد لما رجع وبيوصل للجول وبيعرف يجيب عندك طاهر محمد طاهر لما بينزل برضه يمكن الفينشر بتاعه مش اعلى حاجه لكن بيعرف يوصل وبيعرف يوصل زمايله عندك مجموعه عندك امام عاشور شوتنج كويس على المرمى وبتاع الكلام ده عندك يعني عندك مجموعه لعيبه عندك مدافعين بتعرف تطلع تلعب بالهيد بشكل كويس وبتعرف تسجل فعندك اكتر من عنصر يقدر يعمل لك الفارق ويقدر يدي لك الافضليه ولكن
المهاجم الصريح زي ما انا قلت من شويه ان هو تحركه في الملعب بيدي ثقه، بيدي تقل، بيعرف لو جات له فرصه واحده، ما هو مش لازم يبقى مهاجم سترايكر بمعنى سترايكر محطه ومش هداف، لازم يكون بيتحلى بالناحيه التهديفيه العاليه او بالحس التهديفي العالي. يعني زمان كان تبص تلاقي الماتش خلصان بواحده كده عملها متعب، بواحده كده عملها معرفش مين، بواحده بلال، بواحده كابتن حسام حسن، تبص تلاقي فلافيو ماتش مع عقرب وتلاقي فيرود بذكاء. امبارح انت شفت تحرك بيرسي تاومن على طرف الملعب رغم ان الكوره متحركه مش كوره ثابته، يعني مش دخول اساسي ان انت تبقى في المكان ده، ولكن احساسه انه الكوره خلاص رايحه لكريم على على طرف الملعب، وبدا ياخد خطوات لجوه في مكان كويس، وذكائه كمان هو ما راحش يجري على المرمى، هو استنى ان الكره هتترد او في الزحمه دي ممكن تقع في المكان ده، فده ذكاء مهاجم طبعا، ده ذكاء مهاجم او لعيب طرف ذكي، فدي حاجه كويسه جدا. انا بيهمني جدا ان انت تكون في الملعب موجود، بتتوقع كل الاخطاء اللي ممكن يقع فيها دفاعات الخصم، ولكن ما كنش، وده ميزه برضو المهاجم السترايكر الصريح، المهاجم السترايكر الصريح بيتوقع كويس، بيتمركز كويس، بالظبط، بيعرف يخلص من انصاف الفرص، بيعرف يساعد زمايله. طيب كابتن احمد، انا كان نفسي عشان فاضل 3 دقائق اتطرق لملف التحكيم، لكن هو تقريبا ما فيش وقت، بس يعني لان طبعا التحكيم حتى هذه اللحظه لو اتكلمنا في دوري النيل والهجوم اللي عمالين نلاحظه على بيريرا بشكل غريب جدا وغير مبرر، يعني تحس ان اي حد عايز يشتغل او معظم الناس عايزه تشتغل ما بنديهاش فرصه، يعني لازم نقد 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 وهجوم، بحس ان ده لما بيبقى زايد عن الحد وراه حاجه، يعني الله اعلم، بس مش طبيعي. سريعا جدا تحليلك للمشهد ده ايه؟ انا شايف انه يعني لازم ندي فرصه زي ما حضرتك بتقولي كده للراجل ان هو يشتغل بشكل كويس، ده رقم واحد. رقم اتنين يعني لازم يبقى في برضه يعني سياسه الثواب والعقاب برضه من قبل رئيس النادي، رئيس لجنه التحكيم او الحكام، للحكام اللي موجودين، بمعنى ان انا لو لقيت في حكم بيتكرر عنده اخطاء بشكل كبير وانا صححتها وهو ما بيستجيبش، استبعاد، ما فيهاش مشكله خالص، ودي فرص للناس الثانيه اللي عندها استجابه اسرع او عندها يعني افضليه او عندها حابب يوصل لحاجه بعيده، لكن انا افضل سايب الموضوع بالشكل ده. في ماتشات فعلا بتخلص يعني بمشكله تحكيميه او باخطاء تحكيميه، يمكن الفار برضو دخل مؤخرا عشان برضو يعني يحاول يظبط الحته دي، ولكن برضو بيحصل برضو اخطاء رغم وجود الفار. اتمنى ان المشاكل التحكيميه تقل شويه او الاخطاء التحكيميه تقل شويه، والفتره اللي جايه تكون ان شاء الله هو التوتال يكون كويس. هو ملف طبعا في غايه الاهميه، ممكن نعمل له كمان فقره عشان نقيم كل فتره كمان هذا الملف بيبقى فيه تطوير ولا لا. كابتن احمد نورتنا، شكرا جزيلا، ما تغيبش عننا بقى فترات طويله زي الفتره اللي فاتت دي ان شاء الله. نسعد دايما بوجودك معانا، انا بسعد اكتر، وشكرا جزيلا، ربنا يخليك. بشكر اكيد كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان على حسن المتابعه، باذن الرحمن يتجدد اللقاء غدا، حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليكم.